الأهلي يهزم المصري برباعية مقابل هدفين بعد أداء قوي من جانب النادي الأهلي. أحرز الأهداف صلاح محسن في الدقيقة 9، طاهر محمد طاهر في الدقيقة 36، حسين الشحات في الدقيقة 47، كهربا في الدقيقة 80، وأحرز المصري عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 29، وأحمد رفعت في الدقيقة 41. وفاز نادي الزمالك على سيراميكا 2-1، ويبقى الوضع على ما هو عليه. كابتن شريف، ألف مبروك للنادي الأهلي، أدى أداء قوي. الحقيقة الماتش كله في كورة، الماتش كله في فرقتين بيلعبوا على الثلاث نقاط، على الوجود، على الانتشار، على السرعات. اللي أنا عايز أقوله الروح ما راحتش. لعيبة النادي الأهلي كنا بنطالب دايما في المباريات اللي فاتت يبقى في إيقاع، في تيمبو في الأداء، ازاي تحافظ على المكسب حتى لو 1-0. النهارده جبت جول وضيعت بتاع 3-4 تجوال في اول هاف تايم. جه في الجول رجعت وصممت انك تخش منطقه الجزاء وتشوف الرؤيات تعمل عرضيات، وفي الحاجات اللي طالبوا بيها الكباتن النهارده ان يكون في وجود لمنطقه نص جزاء الخصم، وانك تقدر تلعب بدماغك الكوره وتقدر تجيب جول. عملها اكتر من لعيب في النادي الاهلي النهارده، عملها اكتر من مره، في اللي توفق فيها وفي الحاجات اللي هي راحت، كان لازم يبقى في رؤيه احسن من كده. احنا بنتكلم عموما بعيد عن اي اداء تاني في الماتشات اللي قبل فات. انا دايما بدي العذر للمباريات اللي فاتت او المباريات اللي جايه، في 48 ساعه انك تلعب ماتشين بتبقى ليها عواقب على اي فرقه الحقيقه، مش فرقه النادي الاهلي فقط يعني، انما المعطيات والدوافع اللي بتبقى عند اللعيبه اللي في الانديه الثانيه او عندك او اي عندك، هي دي اللي بتبقى موجوده في الملعب. اللعيبه حاسه ان هي عليها واجب الفوز في 3 نقاط في كل المباريات اللي بتلعبها. دي ساعات لما بتجيب جول تلاقي الفرقه بتريح شويه. حصل عليك ضغط وحصل عليك شكل ودخل فيك جول بثقه زايده، يعني في جول دخل فيها النهارده محاوله الخروج من منطقه الجزاء بثقه زايده، يعني عايزين يلعبوها السليمه قوي. ان الشكل ده عورنا كتير السنه دي. انما انا بحيي اللعيبه على كل ما بيجي فيه جول، مش صعب قوي ان يجي في النادي الاهلي جول، فانت في الملعب عشان يجي فيه جول وانت تقدر تعوض وتقدر تطلع في اول هاف تايم 3-2 وبعد كده تسجل هدف، كان ممكن تسجل اكتر من هدف، لان زي الكباتن ما قالوا كلهم وعلاء قال وانا قلت والدنيا وانت قلت، ان المصري النهارده مفتوح جدا الدفاعات بتاعته وبيخاطر بكل خطوطه، وانت عندك من الحرفيه ومن قفشه ومن لعيبه مش عايزين في كل ماتش غير تحركات للبلاي ميكر. كل ما الفرود بتاعك بيتحرك للبلاي ميكر وبيديله مساحات والاطراف بتبقى بتساند، وزي ما عادل قال تدكك الشكل الديفنسي بتاعك، يعني ما ينفعش انت بتسحب تقفل المساحات شويه، ما ينفعش انت تسحب فرقتك قريبه من الشناوي خالص. انت بتلعب كره دي عشان الكره ما تترد، تبقى انت قريب على في حاله الدفاع، تديش مساحات لاي واحد يعمل كونتر اتاك وسرعات بعد كده يجي يهدد منها ويجي فيك اجوان. فكل الماتشات وكل الاداء اللي هو بيبقى مختلف في جميع المباريات اللي فاتت والمباراه بتاعت النهارده دي انا بسميها تحت الضغط النفسي والعصبي اللي هو للعيبه الحقيقه، وخاصه ان انت بيروح منك لعيبه مهمه جدا زي محمد شريف. يعني محمد شريف وصلاح محسن انا اعتقد ان هم اتنين في المنطقه دي خطر جدا، ان في لعيب بيبقى بيلعب على طول يا ايمن، وفي لعيب دلوقتي انت بتحتاجه بينزل يلعب في اول مباراه بيبقى محتاجه اكتر ان هو يثبت صحيح ان هو في حقيقه ان هو يكون موجود في المكان، والعمليه دي بتبقى صعبه. فالنهارده توفقوا الاثنين طاهر وصلاح وجابوا هدفين الحقيقه، فاعتقد ان الفتره الجايه ممكن يدونا اداء احسن من كده. انا عموما وعلى طول الوقت وعلى مر الاوقات كلها انا بشكر اللعيبه وبشكر الايقاع بتاع الجهاز الفني الحقيقه، وان احنا زي ما احنا هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي في كل حاجه، انتظام، مكسب، احترام لكل شيء بيبقى موجود. صحيح. كابتن علاء الف مبروك، فوز منطقي بالنسبه لاحداث المباراه. الله يبارك فيك يا مبروك على جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي والجهاز الفني. فوز منطقي وفوز في المتناول من بدايه المباراه حتى لما كان المصري بيتعادل، لكن ما فيش اي مشكله خالص نجيب هدف واثنين وثلاثه. النهارده الاربعه دي كانت ممكن تبقى اكتر من كده بكتير.
لان زي ما شرحنا المصري كل خطوط يعني كل خطوط مباحه يعني ما فيش اي مشكله خالص. لكن هو دايما كان دايما بيجيب الهدف بيتعادل. بس الحلو في لعيبه النادي الاهلي ما كانش فيه توتر حتى صح. بعد التعادل صح. نفس الامور هي والسيطره ومفيش مشكله خالص لان هو عارف ان حته ان هو يحرز هدف دي سهله. برضه اللعيب في الملعب بيبقى شايف الدنيا عامله ازاي. اهداف كلها سهله جدا. حاجه حلوه النهارده ان طاهر سجل ودي مهمه جدا لطاهر. حته الاهداف دي محتاجه طاهر يبقى موجود دايما. لكن يعني مش شايف كان في اي خطوره خالص لمصر النهارده. يعني انا بتفرج على المباراه مش قلقان. انا عارف ان النادي الاهلي هيحسم المباراه النهارده مفيش مشكله خالص. اللعيبه كلها مأديه كويس جدا 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 نهايه المباراه. ممكن في بعض الاخطاء في الشوط الاول لكن الشوط الثاني وجود ديانج في نص الملعب قفل حاجات كتير جدا كانت موجوده في لما نيجي نتكلم فني انا في الشوط الاول. لكن مباراه اللعيبه اديتها لحد اخر دقيقه مجهود يشكروا عليه. ثلاث نقاط مهمين جدا ومكملين ان شاء الله للمباراه القادمه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل الف مبروك. يمكن البدايه قويه خلت النادي الاهلي يفرض سيطرته ويتحكم في ايقاع اللعب بالرغم من الهدفين بتوع المصري وقدر يحسم المباراه بسهوله. في الشوط الثاني لكن طبعًا. احنا بنتكلم عن الشوط الاولاني. انت اول ربع ساعه كان المفروض تحسم المباراه بهدفين ثلاثه او اربعه مزبوط. كمان لان جات لك ست سبع فرص صحيح. فلما جبت الهدف الاولاني رجع المصري وجاب هدف ودي كانت من العمق اللي احنا قلنا عليه. رجعنا ثاني جبنا الهدف الثاني طار محمد طار جاب هدف جميل برضو. البنالتي اللي احنا والتهور كان جوه ال 18 من السوليه قبل السوليه من ايمن اشرف ما طلعش الكره واحده. يمكن في حاجات اوقات لما تلاقي الكره مش ماشيه معاك شويه يبقى انت تشيل يعني شيل الاولانيه زي ما الكابتن شريف قال ان هو حب يطلعها بشكل كويس. لكن هو لو كان شالها كان صح يا كابتن شريف كان شالها كان خلصت. يعني عايزين يلعب السليم قوي عاوز يلعب السليم قوي. الافضل بقى في الوقت ده ان احنا نلعبها قدام لان في اوقات الكره ما بتبقاش ماشيه معاك انت فاهم. اوقات الحظ ما بيبقاش مديك يمكن خاصه احنا عندنا عادل خبرات تأذينا منها السنه دي كتير. تأذينا كتير في حته انك انت تبقى متقدم تعرفش تحافظ على الهدف وممكن يدخل فيك هدف نفس في وقت في نفس الحته دي. فهي دي العمق ده اللي احنا بنتكلم عشان كده احنا بنقول ما يبقاش فيه عمق ليه علشان لما يبقى فيه خطا يبقى ملحوق يرجع. لكن لما بتعمل عمق لما بيحصل خطا الكره بتدخل جون على طول لانها بتبقى قريبه من الجون. الحاجه الثانيه انت بتلغي الجون من حته الليبرو. ايوه فانت لما تطلع بره شويه بتبقى في فرصه تاني لان تغير رتم اللعب او تغير الحته الدفاعيه للتغطيه العكسيه للتغطيه الحارس المرمى للليبرو والحاجات دي كلها اللي هو الحارس المرمى بيعمل. لكن نزلنا الشوط الثاني عملنا اداء برضو اول 10 دقائق يمكن احنا ما كان المصري ماسك كوره متصيد الكوره اكتر في اول 10 دقائق. بدانا احنا نلعب اللعب المنتظم. التغييرات اثمرت على ان انت عملت جبت هدفين. ولكن في الاخر اقدر اقول لك ان فرقه المصري النهارده دفاع غير موجود خالص. اولا فرقه بتلعب يعني انا شفت ان هي ما كانش بتدافع كويس. لما نجيب بعض الحالات في الشوط الثاني هتلاقي حاجات غريبه جدا في نص ملعب المصري. ما انا عارف يعني هو بص انا عايز اقول لك حاجه يمكن انا قلت لك كابتن ايمن قبل الشوط الاولاني قلت لك هو النهارده الفرقه هتلاعب مين النهارده الفرقه هتلاعب مين وفي انهي وقت وهم ضمنوا ايه. الفرق لما بتضمن يا كابتن بيبقى ادائها متغير. لكن في الاخر مبروك لينا الثلاث نقاط وده اهم شيء. هنفضل نلعب للنهايه. عندنا المباريات اللي جايه ان شاء الله نكسبها كلها ماناش دعوه باي حاجه تحصل صحيح. احنا لينا دعوه ان احنا اصلا لما كنا بنحسم الدوري قبلها بست وسبع اسابيع احنا بنلعب اخر ست اسابيع على نفس النمط لان احنا وان واي احنا طريق واحد اللي هو صحيح. المكسب ان شاء الله صحيح. كابتن بلال الف مبروك. نتيجه طبيعيه يعني خصوصا التفوق الواضح للنادي الاهلي وبخاصه الشوط الثاني يمكن كان تقريبا وان سايد جيم. طبعا النتيجه تخلص 6-7 يعني للنادي الاهلي. انت بتلعب فرقه عندها اسلحه هجوميه كويسه ومتعدده ولكن فرقه دفاعيا من اقل الفرق اللي موجوده صحيح. في الدوري العام من وجهه نظري تنظيما على الاقل مش مزبوط. هتكلم بقى على امكانيات وقدرات مزبوط. انا هتكلم على التنظيم مزبوط. بتلعب بعشوائيه كبيره جدا صح. تمام مساحات كبيره جدا في الملعب صح. موجوده
والدليل الهدف بتاع كهربا، الهدف الرابع بتاع كهربا، يمكن المدافع موجود في اخر الملعب معرفش كان بيعمل ايه، استغلوا النادي الاهلي بشكل كويس، ضغط بشكل كويس، بس احنا الفكره خلاص انت عايز تكسب تمام، وبتشتغل لاخر لحظه في بطوله الدوري العام انك انت عايز بتبقي على الامل، وان ما ابقتش على الامل فانت بتشتغل بشخصيه الاهلي مزبوط. ان انت مش هتدخل المباراه حتى لو فقدت الدوري العام وانت داخل عشان تحصيل حاصل، انت مهم جدا بالنسبه لك المكسب، مهم صحيح. جدا يعني حتى لو كنت جريح تمام مش بطل الدوري، فالاهم بالنسبه لك ان انا برضو يبقى النهايات بالنسبه لي جيده، ما ينفعش النادي الاهلي بيخش المباراه حتى لو خسران دوري عام وبيدخل مباراه تحصيل حاصل بالنسبه له يكسب زي ما يخسر، الامور معانا ما تتحسبش بالشكل ده صحيح. احنا لينا مقاييس تانية مختلفه، ممكن تلعب بالناشئين، ممكن تلعب بالبدلاء، ممكن، ولكن هتظل السبريت هي هتظل الرغبه هيظل النادي الاهلي عايز يكسب كل المباريات حتى وان كان الدوري العام بعيد جدا، يعني احنا بنتكلم اكلينيكيا يعني الدوري بعيد عن، مش في ايدينا على الاقل، مش هقول بعيد او قريب، لكن مش في ايدين النادي الاهلي خلاص، الدوري مش في ايدين الاهلي، في اقدام ثانيه اخرى بتتحكم في القصه دي، ولكن احنا المهم بالنسبه لنا لاخر الدقائق في بطوله الدوري العام ان انت عايز تكسب، ان انت عايز يبقى ليك التواجد بتاعك يبقى بشكل جيد جدا يعني في المباريات بتاعتك، النهارده ماتش جيد بالنسبه للاهلي، فترات في الماتش بتفقد التركيز وده امر طبيعي خد بالك، يعني الضغوطات اللي موجوده والحسابات اللي بتحسبها اللعيبه والجهاز الفني في الملعب، مين هيكسب مين هيخسر، طب هنكسب مين هيخسر، وضع طبيعي جدا، يبقى يجي لك بعض اللحظات في الملعب وانت دماغك مش في الملعب، وده امر طبيعي خد بالك يا كابتن. بس عايز اقول لحضرتك حاجه في النقطه دي يعني صدق. مثلا انت نجحت في الشوط الثاني انك تفرض سيطرتك سيطره كامله من بدايه الشوط الثاني لاخر الشوط الثاني، مظبوط، قدرت تحافظ على نظافه شبابك صح، انت بدات المباراه بدايه قويه جدا، يمكن كان ممكن بعد الهدف اللي احنا احرزناه نجيب هدفين وثلاثه وقبله هدفين وثلاثه، ولكن برضو خدتنا احداث المباراه واستقبلنا هدفين، حته العمق الدفاعي اللي بيتكلم عليها الكابتن عادل هكلم فيها معاه بعد كده فنيا في حاجه معينه، هل دي نابعه من اللعيبه ولا دي اوامر مستر موسيماني؟ شوف اكيد مستر موسيماني ما قالش للعيبه لما تسجل هدف ارجع ورا ودافع واعمل عمق دفاعي ودي مساحات للمصري ان هو يشتغل، اكيد ما قالش الكلام ده التعليمات، بس خلاص انت بص يا كابتن، انت النهارده مثلا في ماتش زي ده تحديدا يعني انت بتلعب المصري، انت عايز تكسب المصري تمام، والمصري عنده دوافع كتيره جدا جدا، بيلعب الاهلي وبيلعب على ثالث وعايز وعنده حاجات كتيره جدا في الملعب وعنده امكانيات وقدرات، برضو عنده لعيبه عندها امكانيات وقدرات تقدر يعني تشتغل كويس وعندها مهارات فرديه ويقدروا يسجلوا هدف زي ما حصل في الهدف الاول والهدف الثاني، بس لما نيجي نبص على الاهداف اللي جت في النادي الاهلي ايوه اخطاء، كلها اخطاء مش نتيجه لتكتيك بيعمله المصري او فرض سيطره اشتغل عليها او نتيجه بلان هو واضحه بالنسبه لنا بيشتغل من ناحيه اليمين فتيك اوفرلاب فبيشتغل فبيلاقي عرضيات، لا الكلام ده، الهدف الاول كره عرضيه اتلعبت عدت كل دفاع النادي الاهلي، علي معلول عدم تركيز تمركز خاطئ خلاص بقى هدف بالنسبه للمصري، الهدف الثاني الكره يعني دربكه في ال 18 لاحمد جمعه سلاي بيمد رجله خلاص بنالتي، هو دول الهدفين اللي تسجلوا في النادي الاهلي، ممكن يبقى في فرصه او اتنين قبل كده، الفرصه واتنين نتاج برضو ان انت بتكسب وعايز تحافظ، انت بتكسب وعايز تحافظ، ودي درس لعيبه النادي الاهلي، درس مهم جدا عشان خلاص انت السنه دي خلاص خلصت، انت داخل على بطوله افريقيا، داخل برضو على عندك كاس مصر بطوله مهمه. لحظه واحده في النقطه دي انا عايز نتناقش فيها كلنا، انت بتكسب وعايز تحافظ بالظبط، بتكسب وعايز تحافظ صح. يعني بتجيلك مره وبتجيلك اتنين، لما بتكسب ايه المفروض تعمله عشان تحافظ؟ التنظيم يا كابتن عادل، بص اهم حاجه بعد تسجيل الهدف او استقبال الهدف هتشتغل ازاي العشر دقائق اللي بعديها، دي مهمه جدا 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 كويس. يمكن دي مش اول مره الاهلي يسجل هدف ويتراجع فيها على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، انت بتسجل هدف وبعدين بتتراجع. بص خلي بالك في وجهات نظر للمدربين مختلفه في النقطه دي، يعني في ناس تقول لك ايه، في بعض المدربين تقول لك ايه بعد الجول اللي انت بتجيبه واصل هجومك على طول، ده افضل فرصه او افضل وقت تقدر صح. تجيب فيه جول تاني صح. صح. وفي صح. ناس تقول لك او مدربين يقول لك ايه، لا اهدى شويه، نظم، موت اللعب، ما تخليش الفرقه تخش في الجيم. خد بالك التنظيم مش معناه ان انا اتراجع، مش التنظيم مش معناه كده، وانت في الحالات الهجوميه احيانا بتفقد جزء من التنظيم الدفاعي وده وضع طبيعي لانك بتهاجم عندك زياده عدديه صح. طرفين شغالين ماشي. واحد من نص ملعب بيكمل الاثنين الفرود اللي موجود عندك موجود في ال 18 فبيبقى عندك يعني مش عايز اقول يعني عدم تنظيم دفاعي ولكن بيبقى عندك جزء بسيط
من الخطوط المفتوحه في خط دفاعك ماشي. وده امر طبيعي خد بالك في كره القدم انت مش هتهاجم بست سبع لعيبه وعندك ورا هدافع باربعه يبقى الخطوط كلها يعني متقاربه من بعضها او عندك تنظيم كبير جدا ولكن احنا بنقول لما تسجل هدف تحافظ على الشكل بتاعك وتبتدي تشتغل ببلان ثانيه اشتغل على المساحات اللي هتبقى موجوده عند فرقه زي المصري لان هي فرقه خلاص انت عارف فرقه بتلعب الجيم مفتوح من اول الجيم واحنا قلنا قبل الماتش ان علي ماهر طريقه لعبه هيلعب جيم مفتوح قدام النادي الاهلي فدي بتبقى فرصه بالنسبه لك انك تنظم دفاعيا وتبتدي تعمل بلان بي البلان بي اللي بتشتغل عليها ان انا كنادي اهلي مش عيب ان انا العب كاونتر اتاك في تاني في اول 10 دقائق بعد ما اسجل هدف لان انت بتلاعب فرقه اكيد مفتوحه دفاعيا خلاص وجي اكتر من فرصه للاهلي بعد ما سجل الهدف الاول انه كان ممكن يقدر يسجل الهدف الثاني والثالث بعديه على طول التراجع اللي احنا بنقول عليه مش صح انت ما بتلعبش فرقه برضو يعني قدراتها عاليه قوي في كل حاجه او اعلى منك على الاقل او اعلى منك على الاقل طبعا مش اعلى منك خالص اطلاقا يا كابتن لا طبعا ايوه لا اعلى منك في 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 الدوري وغير لا لا الدوري بقول لك لا طبعا مفيش هو أيوة. بس في نقطه هو سهل جدا على فكره يعني هي وجهات نظر بس مزبوط. انا وجهه نظري طب انا ممكن بعد ما اجيب الجول العب بتنظيم زي ما انا من غير ما اتراجع واقفل وكلام من العب بطبيعتي بشخصيتي ما هو يعني انا جبت جول هو انا ايه اللي يخليني اضطر ان انا اتراجع او اسيب مساحات للخصم طب ما العب بشخصيتي بنفس النادي الاهلي ومش لازم ادور على الجول الثاني بالعكس ده انا العب بطريقتي انا بشخصيتي انا افرضها على المنافس بغض النظر عن مين المنافس بتاعك يعني بعد 1-0 ايمن انت المفروض خلاص انت اللي انت بتدور عليه في الاول هدف وخصوصا يجي بدري يعني العب بطريقتي زي ما انا مع حته التزام كل واحد يلتزم حتى اتفضل انا عايز اسالك سؤال هل حته العمق دي مثلا خوفا من الهجمات المرتده لنادي المصري وسرعه لاعبيه لا هو مش العمق ده العمق ده مش بعد الهدف على فكره العمق ده معمول بقاله فتره كتيره يعني حتى كنت اتكلمت فيه انا بقول لك انت بنعمل الملعب ستريتش الملعب كبير قوي يعني مظبوط دايما حتى بقول لك ما ينفعش فرقه تلعب من 18 ل 18 غصب عنك هتلاقي مساحات ومره كنا بنتكلم كان شريف كان جاب لقطه المدافعين او مش عارف شريف او عادل المدافعين وبعدين مساحه وبعدين مهاجمين المساحه دي اخطر مكان في الملعب كله نص الملعب احنا عايزين نعرف من الاثنين دول ايه اللي مأخرهم لورا كده مش حكايه الاخيره يا كابتن شريف حتى لو انا المساحه دي كلها بين نص الملعب والاثنين دول حتى لو انا ديفندر بتاعك حتى لو انا كاتنين مساكين سرحت يا سيدي مع الكره ورجعت ورا لازم حد ينبه الناس دي يتكلم يا اما حد في الملعب او بره الملعب ده اللي بيدور عليه اطلع لقدام يا رجاله يعني احنا بنقول ده اللي بيدور عليه ايمن ما انا بقول احنا دايما بنقول بلغه الكوره زق لعيبتك لقدام دايما الدنيا كلها دلوقتي موضوع نرجع بظهر دي ماتت انتهت الوقت الناس كلها ازاي اطلع لقدام يعني الكره اللي جت مع الاحترام الكامل لعيبه النادي الاهلي الكره اللي جت بنالتي اتقطعت وانا ليه باخد الخطوه لورا يعني بالعربي كده الخطوه اللي تاخدها لورا خدها لقدام يعني بيقول لك هاجم الكوره هاجم اللعيب لكن ما ارجعش ورا تديله فرصه صحيح. فكل استطلع الفاصل لا كمل عمر نطلع للمؤتمر هي دي بس اللي هي دي المشكله ايمن انت بتعاني منها يعني انت يعني حتى اهدافك اللي جت اللي انا بعتبرها يمكن ضاعت يعني نص تقريبا هي السبب في ضاع الدوري الاهداف بتاع التعادل الاهداف السخيفه اللي حصلت فينا شويه بتبقى حاجه بسيطه جدا تركيز قل او خلاص شويه كسل حتى الاهداف كلها جت فينا التركيز اقل وكسل اللي هو ما يرفع دي حته انها تعتمد على غير بتكلفك ثلاث نقاط او نقطتين في مباريات لكن حته ان ارجع بظهر دي مرفوضه تماما تماما مرفوضه لازم انا كل لعب لقدام ازاي اضغط فرقتي ازاي اضغط لقدام اخلي خطوطي قريبه كلها يعني دلوقتي بيقيسوها بالخطوه ايمن مش بيقيسوها بالخطوه يعني انا بيني وبين ايمن كام خطوه بيني وبين كابتن شريف كام خطوه خطوات كلها بتتقاس في الملعب مش عيب مزبوط. وبتتعمل ازاي انا ما ينفعش اقبل لعب في المساحه دي اقفل فرقتي تعود ان انا ازاي العب في مساحه معينه انا اللي احددها ومش اي فريق يقدر يعملها لازم يكون فريق بحجم وقوه النادي الاهلي الفريق الكبير مظبوط لازم هو اللي يحدد انا هلاعبك في انهي مساحه مش خليك تلعب المساحه كله كل ما المساحه كبرت كل ما اخطائك زادت صح. حتى لو انت مش قاصد لكن كل ما مساحات قليله جدا وضيقه انت كنادي اهلي تعرف تتحكم في شكل اللعب انت خارج ولا لا انا عايز بس اقول عادل انا مؤمن بنظريه عادل قايلها الاثنين اللي هيلعبوا في الحته دي لازم يملكوا سرعات جامده جدا ليه
لان الشكل كده ان انا بعمل السبيس ده عشان زي ما عادل شرح فانت راجل مدرب وعارف وفاهم ان نوعيه اللعيبه اللي بتلعب في الحته دي. ترضيت عنه اخيرا؟ انا راضي عنه. ماشي. روح يا ابني انا راضي عنه. الحته دي لازم اللعيب اللي بيبقى هنا ما يجركش انه يعمل ايه التحكم في الحته دي والحته دي. لا انت عايز لازم ناس هنا عندها سرعات تبقى عامله الكومباكت مع النص ملعب بتاعتك مساعداه كمان، انما مش خايف ان الكور اللي انتوا بتقولوا عليها الكونتر اتاك اللي بتيجي علينا احنا دي تتلعب من وراهم ويبقى فرق السرعات اللعيبه الثانيه اسرع فيروحوا على الجون اللي احنا بنعمله في الناس ما يحصلش فين. فلازم انت هنا الاثنين دول يبقوا بدنيا و يعني توظيفيا الشكل اللي هو يخليك تعمل تمام. نفس الضغط. طب تعال نروح نشوف المؤتمر الصحفي قال ايه مستر موسيماني ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. What do you think? You have the league, the title is for the Mike, or you have a hope to maybe you have mathematically you can win it? We have never ever spoken about the Mike. بس هو ما هيتكلم عن الخصم حاجه بتقول له فرصه يعني الدوري كده يعتبر راح ولسه راح للزمالك ولسه في امل فبيقول لك انا ما بحبش اتكلم عن الزمالك ابدا ما بتكلمش عن اي فرقه تانية. قلتها الاسبوع اللي فات وبقول الاسبوع ده وبكره كل محاضره والموسم الجاي عمري ما بحب اتكلم عن بتكلم عن فرقتي بس بركز على الاهلي بس بركز على الاهلي مش على الزمالك وبركز على اي حكم. اوكي اتفضلوا اسئله. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. Congratulations for the winning tonight. We have a good football tonight. اسمعك علي صوتك من فضلك. علي صوتك بعد اذنك. قال ان هو صعب الاهلي الموسم ده هو كابتن عادي قال صعب لحد في الموسم ده يجيب ان جنرالي before you come to the press conference for the المصري the head coach of المصري كابتن علي ماهر said that it's very difficult اهلي to concede two goals in the same game but his remark is that we concede many games this season. What is the reason? I don't want to talk about Marcelo. No, he's talking about why we concede many goals this season. Oh. Coach, our team, why we concede many goals this season. Well, it's football because we are attacking. Excuse me? No. Today it's 4-2. Another 4-2. Okay. For me, I don't want 2-0. بس انا بقول برشلونه ما حدش سمع السؤال وبيقول ليه دخل فينا اهداف. بيقول قلت كابتن علي ماهر بيقول احنا صعب فرقه تدخل جولين في الاهلي. And then you're gonna say we didn't concede a goal. You understand? طب هو بيقول لحياتك. If we win 2-0, the score is 4-2. If we win 2-0, yes. Wait, listen. If we win 2-0, it's the same result. Two goals difference. Okay, اشرح لك بقى بسرعه. Okay. And then you will say we didn't concede a goal. I want 4 goals, eh? هو حضرتك بتتكلم. حضرتك بتقول كابتن علي ماهر بيقول لي صعب فرقه تجيب جونين في الاهلي وسادي حضرتك ملحوظتك ان الاهلي دخل فيه جوان كتير بيقول لك بس احنا بنجيب جوان كتير يعني زي النهارده 4-2 4-2 تساوي 2-0 كان ممكن نكسب 2-0 هي 4-2 دخل فينا جوان فهو نفس الموضوع احنا في دخل فينا جوان كتير بس احنا بنسجل. Don't you want to see the goals؟ ما بتشوف يعني مش عايزين نشوف الجوان بنسجلها احنا بنجيبه بيخش فينا بيستقبل يعني. You could have scored a lot today. Yeah. You could have scored a lot. Despite of our scoring, we conceded goals. When you go up, ماشي تقول ده قال كذا ده كذا. خليها فرقتنا احسن. ماشي نتكلم مع المدير الفني التاني بيقول كذا. لا ما تقولوش ان هو قال لا. اوكي. ما تقولوش. You want to remark about the other person. اوكي خلاص اوكي. طب ماشي. Focus on the positive. طب ماشي من فضلك ماشي 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 من فضلك ماشي. Focus on the positive. حضرتك نتكلم حاجات ايجابيه وماشي نتكلم ده قال عليكم عشان. الايجابي ماتش 6 جوان النهارده وجبنا 4 جوان. اتفضل يا فندم. كويس لكره القدم بشكل عام. اتفضل يا فندم. طبعا مبروك فوز الاهلي فور ذا ويننج تو نايت لمصر. حسنا النهارده ان فريق مصر كان بيلعب ند ند بماتش لعب بلاي اوبن جيم هيد تو هيد اجاز الزمالك تعامل مع ايفن فور المصري استجل الاخطاء الدفاعيه سوستيك وفاز الجيم ويطلع بالنتيجه اللي هو عايزها. النهارده لقينا عدم الاستعانه ببدر بنون او محمد شريف رغم محاكه المباراه اليوم. هل ده كانت لاسباب فنيه ولا ما زالوا لسه مش جاهزين للمباراه؟ يا اوكي المصري بيجا الاوبن جيم توداي اجاز لاين تو هات وات بدر بنون مين فاز؟ بدر بنون محمد شريف واز ابسنت توداي بيكوز اوف ذا انجري او ذا هاف تكنيكال بوينت اوف فيو فور يو. يو ار تيكينج بوينت اوف فيو تو بارتيسيبيت. وي اكسبكتد this kind of a game against Masri.
طب انا هقول الجزء اللي حضرتك قلته السؤال المقدمه مش ان حكايه ليه بدر بانون ومحمد شريف ما شاركوش، بيقول لحضرتك وانتم متوقعين الماتش يبقى بالشكل ده قدام المصري. We don't have to risk Sharif and he go out for sick for long time. مش عايزين نخاطر ونشارك شريف ندفع بشريف ويجي يغيب لفتره طويله. And Badr Banon just come back from corona. وبدر لسه راجع من كورونا. But we expected this kind of a game. كنا متوقعين الماتش هيبقى بالشكل ده اللي حضرتك قلت عليه. مصر is a good team. لأن مصر فرقة كويسة. And they want to attack. وعايزين يهاجمونا. They want to show that they can score against us. عايزين يقولوا ممكن عندهم القدرة يسجلوا قدام الأهلي، عايزين يلعبوا ماتش مفتوح قدامنا ويلعبوا. They play the emotional game. ولعبوا ماتش بحماس وبروح. And I told the players at halftime. وبين الشوطين اللي قلت للاعيبتي. That they will come back for more. هيرجعوا بين الشوط الثاني هيحاولوا يبدوا اكتر. هيحاولوا يسجلوا تاني، جابوا جونين عايز يسجلوا تالت ورابع عايز يسجلوا تاني قدامنا الشوط الثاني. قلت لعيبتي الشوط الثاني ممكن نجيب اثنين او ثلاثه كمان. And we had the chances to وكان عندها فرصه تهديف كان ممكن نجيب بيها. So it's an open game. كان ماتش مفتوح. It's an emotional game. كان ماتش كله حماس. Because they want to show they can beat Ali. عايزين بقى الفريق المصري عايز يبين ان هم ند النادي الاهلي ممكن يكسبوهم. اوكي؟ ده طبيعي يعني. اوكي؟ Thank you. One second. Habib, you want two goals? You don't want six? واضح طبعا مستر موسيماني يعني زعلان او حزين شويه بالرغم من المكسب على اساس ان هو نتيجه الزمالك. طبعا هو كان يتمنى ان تحصل حاجه في نتيجه الزمالك. اللي عايز اقوله لمستر موسيماني واللعيبه، انتوا كنتوا رجاله جدا 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 لحد وقتنا هذا. هنكرر تاني، دخلتوا جميع البطولات، جبتوا جميع البطولات عن جدارة واستحقاق، يعني عاملين موسم ولا أروع. خسارة دوري حتى هو لسه ما زال حتى الآن لسه ما زال في الملعب، ولكن بقت 90% ل 10% مثلا. خسارة دوري لا تعني أنك أنت أديت موسم مش كويس، لا بالعكس أنت أديت موسم هايل. ساعة ما جه مستر موسيماني كل البطولات اللي دخل فيها كسبها النادي الاهلي. الراجل بالارقام عامل نسبه نجاحات 100%. فخساره بطوله ما تاثرش عليك للدرجه دي. طبعا كلنا زعلانين، واحنا في النادي الاهلي زعلانين ان احنا خسرنا بطوله زي ده، وخصوصا ان احنا كنا الاقرب لها. ولكن هي دي الكوره. وما تنسيناش ان مستر موسيماني والجهاز الفني واللعيبه دي فرحتنا كتير قوي قوي قوي، وعملت انجازات كتير قوي 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 الموسم دوت. كابتن شريف، لسه الدوري في الملعب. لا ما انا بقول وما زال الدوري في الملعب، ولكن بقت اتصعبت مثلا 90% ل 10%. احنا كلاعبي الكوره نقول صعب جدا يعني. أيوة. فاهم ازاي؟ أيوة. انما ناقص ماتشين يعني. بالظبط. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل فيهم. كوره صحيح فيها كل حاجه. صحيح. من حق مستر موسيماني كان يحلم بالدوري السنه دي، كان عنده فرصه كبيره جدا ان هو كان ممكن يحقق البطوله دي. انما هي كده يعني، قدر الله ما شاء فعل يعني. طبعا. ربنا يعني مش متمم لك الفوز بالدوري السنه دي، وفي دوري ما كانش بتاعنا خالص. اي من سنتين كده. اي مظبوط مظبوط. وبينا بنكسب وبنلعب زي ما احنا، بنبص لنفسنا بس. بنبص لنفسنا بس ومعرفش ايه، والمنافس كان هو اللي بيتعثر. فهي كوره كده. اهم حاجه ان احنا الوضع ده ما ياثرش علينا في اي شيء. يعني زي ما احنا في مسيرتنا، زي ما احنا بنحضر بطوله افريقيا اللي جايه، زي ما احنا في الشكل اللي بيتمناه جماهير النادي الاهلي مننا، المؤسسه بتخطط لايه؟ صح. اللي هو الفوز بس. دايما انت مش هيجي خساره كاس او خساره دوري او فقدان بطوله، انت يعني هي بس الحكايه ان انت متعود ان الحكايه دي تبقى بتاعتك انت. يعني مش من العاده ان احنا بنخسر بطوله الدوري بسهوله كده. مزبوط. لما بتيجي كل فتره يعني، كل 7 سنين، كل 10 سنين. صح. انك انت بتفقد ده، مع يعني ناهين عن مين اللي بيبقى صاحب الشرف وهو اللي بياخدها يعني. صحيح. اهم حاجه الترابط اللي بيننا دلوقتي، واهم حاجه اللعيبه دي، واهم حاجه الشكل بقى الجديد القوي اللي انت، التدعيمات اللي انت هتوقف بيها. مزبوط. امال الجماهير اللي انت بتطلبها منك، الوضع الفني اللي الناس كلها بتقعد مع بعض وبتحطك في الشكل الامثل اذا كان جوه الملعب وبره الملعب. صح. فزي ما احنا النهارده اتكلمنا كلنا، وانت اتكلمت في الانترو، الاهلي العظيم، الجماهير العظيمه، ده شكل
النصر فعلا هو اللي بيحلق على البطولات اللي احنا بنحققها في كل مره، واحنا دوليا ومحليا وعالميا صحيح وقريا صحيح. فما فيش حاجه احنا بندافع عن الاهلي، لا اهلي واضح صحيح. دايما هقرر النصر هو اللي بيحلق، خدت بالك في كل شيء ما عندي انا مش شايف الحمد لله غير كده يعني. الحمد لله رب العالمين. كابتن علاء كان عندك تعليق قبل ما نروح لكابتن سامي الوصال؟ بسرعه لا لا اتفضل. على فكره الحاله اللي فيها جماهير النادي الاهلي ولاعيبته واحنا دي حاله ايجابيه صحيح، تخيل واحد فرحان مظبوط، انت مش عايز تتنازل على بطوله، انت فاهم انت واصل لايه يعني ك ك ك كيان النادي الاهلي وجماهيره ولاعيبته كل واحد يعني بينتمي للنادي الاهلي مش متخيل ان ممكن يخسر بطوله في موسم شاق جدا 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 واخد فيه كام بطولات مش طبيعي صحيح. فكره دي حاجه الواحد يبقى فرحان، انت هتخيل مزبوط. في انديه كتير بتقعد يعني سنين يعني سنين عشان تاخد بطوله، انت متخيل ان انت وجماهيرك ولاعيبتك وادارتك مش متخيلين لسه ان ده ممكن يحصل ده منك بطوله، فلا دي حاله ايجابيه حتى لما بتخسر لما يعني البطوله مش بتاعتك انت برضو حتى دقتك حاجه تفرحك حاجه تحس ان انت فعلا انت في مكان انت في مكان كبير جدا 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 جدا، كنت مش انا مش عايز اخسر بطوله صح. دي الثقافه اللي واصله للناس كلها والثقافه أيوة. دي الثقافه فعلا اللي موجوده في النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، بس الثقافه دي تخص كده تروح قافل كل من ينتمي للنادي الاهلي وجماهيره بس، ما تخصش حد تاني مظبوط، مفيش حد في العالم صحيح ممكن يوصل للثقافه دي ان انا مش عايز اخسر بطوله يا جماعه صحيح. لا انا بقول له لسه الدوري ما خلصش، لا يا ماتش ماتشين خدت بالك عليه بقول له ايه كابتن شريف انا بقول حاله برده معايا انا لسه يعني فاهم قصدي يعني هي الثقافه اللي وصلت لك ان انت مش قادر تفكر ممكن تخسر بطوله الدوري صحيح. فهو ده هو ده النادي الاهلي هو ده بجد النادي الاهلي مظبوط. بعد الكلمتين دول الحلوين من كابتن علاء نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. بجد تحيه لك من جديد كابتن ايمن شوقي كابتن الكبار كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، مبروك النهارده مباراه صعبه جدا لفريق النادي الاهلي لكن جديه واصرار ويمكن ده اللي احنا عارفينه عن فريق النادي الاهلي، صعوبات اكيد بتقابل ويمكن الامل موجود حتى اخر لحظه في بطوله الدوري العام لكن كل الامور دي وتقييمنا المباراه نتكلمه طبعا مع كابتن سامي قمصان وباركها كابتن سامي طبعا في البدايه، لكن انا عايز اتكلم معاك في البدايه كابتن سامي قبل ما اتكلم عن نقاط المباراه والنقاط المتعدده والمكاسب المتعدده، جمهور النادي الاهلي عظيم وجمهور النادي الاهلي كبير والحقيقه يعني جمهور النادي الاهلي طول ما هو في ظهر اللعيبه في ظهر مجلس الاداره والجهاز الفني بيدي دفعه كبيره جدا، اي حد بيقلل من جمهور النادي الاهلي ده الامر ده بيزعج كل الناس، بيزعجنا وبيزعج اللاعبين وبيزعج مجلس الاداره وبيزعج الجهاز الفني، استقبلت الهجوم على جمهور النادي الاهلي ازاي يا كابتن؟ هو طبعا جمهور النادي الاهلي ده بعد ربنا دايما وكلنا بنقول كده وكل منظومه النادي الاهلي عارفين ان بعد ربنا جمهور النادي الاهلي ده هو الداعم للنادي الاهلي يعني، ومنظومه النادي الاهلي معموله كلها عشان اسعاد جمهور النادي الاهلي يعني، كان زعلنا وتعبنا اكتر عشان الجمهور ده لان الجمهور ده يستحق احسن حاجه في الدنيا يعني، جمهور عظيم جمهور واقف دايما في ورا فرقته في كل المواقف اللي بتحصل في المكسب وفي لا قدر الله في حالات الاخفاق، فطبعا جمهور النادي الاهلي كبير وهفضل كبير بغض النظر عن اي حد يتكلم عليه، النادي الاهلي معروف وجمهوره معروف وتاريخه معروف، لكن انت طبيعي انت لازم بتتعامل مع ناس ممكن تكون تفكيرها طبعا يعني مش احسن حاجه يعني، لكن في الاول والاخر لازم الناس تعرف وتبقى دي بتزيد من قيمه جماهير النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي نفسه، ان لما حد بيستناك في لا قدر الله في مجرد اخفاق بسيط يعني اعتقد حاجه تدل على مكانه النادي الاهلي يعني، فطبعا كل الدعم ليهم وطبعا يعني يعني انا ما عاوز اقول احنا هنعمل لحد اخر نفس لحد اخر نفس يعني، لكن بغض النظر عن كده يعني احنا يعني مش قادر اتكلم اللي انا اقوله اعتذار او حاجه زي كده، لكن برضو جمهور النادي الاهلي واعي جدا وعارف ان اللعيبه دي حاولت وتعبت لكن كان في حاجات خارجه عن ارادتنا كتيره جدا جدا يعني، يعني سواء في ضغط المباراه اللي كان بيحصل من اكتر فرقه معمول ضغط مباراه يعني، ناس لو رجعت شويه كده شوف من شهر 3 ابدا من شهر 3 وشوف لعبت كام ماتش لحد ما انهيت 4 وشفت الضغط اللي احنا كنا فيها نفس القصه، بغض النظر بقى عن ان انت بتبقى ترجع من سان داونز وتلعب وترجع من الوداد وتلعب وترجع من الترجي وتلعب في حاجات كتيره جدا جدا يعني كان صعب علينا، لكن في الاول والاخر يعني متاسفين طبعا ليهم متاسفين جدا جدا يعني، كان انا عارف ان جمهور النادي الاهلي بيحب طبعا بالنسبه له بطوله الدوري العام دي حاجه كبيره جدا يعني، لكن اعتقد الحمد لله احنا عندنا رصيد منها كبير جدا يعني، لكن عندنا تحدي اكبر بقى الفتره الجايه ان شاء الله يعني،
عندنا بطولات، عندنا ثلاث بطولات مهمه جدا في نهايه الشهر، يعني سواء كاس مصر او السوبر الافريقي والسوبر المحلي، يعني اعتقد ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم ان شاء الله ونعوض يعني جمهور النادي الاهلي. لكن زي ما بقول لك لسه في امل نلعب عليه لحد اخر لحظه يعني، وان شاء الله امانه في ربنا كبير، ومره ثانيه برده مره ثالثه ومره عشره طبعا كل التاسف يعني للنادي جمهور النادي الاهلي على دوت. لكن اعتقد ان هم جمهور واعي وعارفين ان ده كان غصب عننا وغصب عن اللعيبه يعني، لكن عشمنا في ربنا وفيهم ان هم دايما ودايما في ظهرنا وورانا، وان شاء الله ان شاء الله نوعدهم الفتره الجايه دي كلها ان شاء الله ان شاء الله مفيش بطوله ان شاء الله تعدي مننا. وصلنا لمرحله يا كابتن سامي الناس بتقلل من البطوله الافريقيه وبتقول بطوله افريقيا اضعف وامور عديده جدا وصعبه جدا، وصلنا لمرحله الحقيقه يعني النقد لو بناء اكيد الناس هتستوعبه بشكل كبير جدا، لكن التقليل من البطولات بقيمه البطوله الافريقيه امر مزعج جدا يا كابتن. ما هو ده قدر النادي الاهلي يعني، لكن خليني اقول لك يعني الناس اللي بتتكلم يعني بطوله الدوري اقوى من دوري افريقيا، طب فين الانديه المصريه من بطوله افريقيا؟ يعني النهارده لما نادي الزمالك بيلعب في بطوله افريقيا يخرج منها، نادي بيراميدز لما بيلعب في البطوله الكونفدراليه بيخرج منها، نادي المقاولين لما بيلعب في الكونفدراليه ويخرج منها، من فرق يعني مش يعني الرجاء مثلا والفرق المجموعه اللي كان فيها نادي الزمالك وبيراميدز نفس القصه والمقاولين نفس القصه، فازاي الناس بتقارن بكده يعني؟ بطوله افريقيا اقوى بطوله في القاره بتلعب فيها كل الفرق القويه جدا، ده مش تقليل من الدوري المصري، لكن في فرق شاسع جدا يعني، يعني انا مش شايف فرقه في الدوري المصري بقوه سان داونز او الترجي او حتى النجم الساحلي اللي خرجت المقاولين او الرجاء اللي خرج بيراميدز. فالناس اللي بتشكك ده اعتقد برضو ده عشان برضو يقتل كل نجاح انت بتعمله يعني، انت بطل افريقيا بطل القاره نفسها الحمد لله يعني، انت بينك وبين اقرب منافسيك ليك فرق كبير جدا يعني، النادي الاهلي بينك وبين المنافسين في الدوري عام فرق كبير جدا يعني، بينك وبين منافسينك في كاس مصر فرق كبير جدا جدا يعني، في كل البطولات في السوبر نفس القصه يعني. فجمهور النادي الاهلي اعتقد واعي جدا وفاهم جدا ان اي اخفاق او اي حاجه الناس عاوزه تكبر جدا. احنا السنه اللي فاتت كانت الناس بتقول اهم حاجه بطوله افريقيا في بطوله الدوري اللي احنا كنا متفقين عليها في بدايه، والناس عارفه الموقف اللي حصل في مباراه الزمالك، فنفس القصه يعني. فاللي انا عاوز اقوله وباكد عليه مره واثنين وثلاثه، اكيد طبعا كابتن ايمن ودوفو طبعا يعني مقدرين اللي احنا فيه وعارفين اللي احنا فيه طبعا. ما فيش فرقه بتكسب كل بطولات في العالم يعني. النهارده لما بتشوف النهارده باريس سان جيرمان ما بيكسبش الدوري، اليوفنتوس بقى له كام سنه ما بيكسبش الدوري، النهارده ليفربول ما بيكسبش الدوري، النهارده مان سيتي بياخد الدوري بس ما بياخدش بطوله اوروبا. فسنه كانت صعبه جدا على كل الفرق اللي موجوده في العالم، كل الفرق اللي موجوده في العالم يعني. فان انت بتقدر تحاول ان انت عملته دوت والحمد لله ان انت تكسب الحمد لله بطوله افريقيا وتكسب السوبر وتكسب وتحقق ثالث عالم، اعتقد الحمد لله ده رصيد كبير يعني. لكن انا عارف ومقدر طبعا جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، وده عشان طبعا فيه وده اللي بيحركنا دايما، لكن في الاول والاخر يعني هو اعتقد ان ربنا يعني احنا في الدنيا احنا مش في جنه يعني عشان تاخد كل حاجه يعني، لكن في الاول والاخر احنا اكيد في تاثير مننا، اكيد في تاثير من اللعيبه، اكيد في تاثير من حاجات كتير حصلت لنا، عوامل خارجيه موافقتنا ان احنا نلعب طبعا كميه المباريات ديت اللي مفيش حد يقدر يستحمل، مفيش فرقه في العالم جيب كده راجع كده في كل فرق العالم اللي هي لعبت، مفيش والله العظيم والله العظيم راجع كل الدوريات اللي في كل العالم مش هتلاقي فرقه كده برضو. ده ما يعني مش مبرر لكن دي حقيقه وده واقع يعني، اعتقد الناس كلها شايفاه والناس كلها حاساه يعني. ممكن يكون احنا برضو زي ما قلت وبقول برر كل مره برضو اللي في تاثير، لان حاجه طبيعيه، لان حاجه طبيعيه لازم تتعلم والناس كلها بتتعلم من اخطائها يعني، واحنا برضو نفس القصه يعني تعلمنا من اخطائنا، واعتقد ان شاء الله الفتره الجايه ديت باذن الله واحد وربنا ان شاء الله يكرمنا، عندنا ان شاء الله تدعيمات تساعدنا الفتره اللي جايه ان شاء الله، ونقاتل على كل البطولات المتاحه بالنسبه لنا، وان شاء الله نعجب النادي الاهلي ان شاء الله، لان دايما النادي الاهلي هيبقى رقم واحد في كل حاجه ان شاء الله. شكرا جزيلا، كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن سامي مصري مدرب فريق النادي الاهلي على هذه التصريحات. يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي القادم بالنسبه له يكون افضل، عندنا لسه حلم كبير وعندنا بطولات عديده ان شاء الله باذن الله القادم افضل لفريق النادي الاهلي، وباذن الله ان شاء الله المرحله اللي جايه زي ما كابتن سامي قال يبقى في تدعيمات يبقى في تصحيح اخطاء، نشوف العناصر اللي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يضمها خلال المرحله القادمه، ويا رب ان شاء الله مع النادي الاهلي في بطوله السوبر المحلي والسوبر الافريقي. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد، اكيد القادم افضل ان شاء الله، القادم افضل ان شاء الله، ربنا اكيد شايل لنا خير باذن الله رب العالمين. كابتن عادل عايز اتكلم في نقطه يعني حصلت النهارده في المباراه مفيش اعتراض عليها، مفيش اعتراض، ضربه الجزاء والفار ده كان هايل ودي بنالتي فعلا،
ورجعوا للفار واداله اللقطه اللي هي اللي تبينها. اداله اللقطه اللي تبينها لانه بص خلي بالك الفار ممكن اديك لقطه تبين وممكن اديك لقطه ما تبينش. اديك لقطه تدبس بمعنى ايه؟ بيبقى بتتشاف من اكتر من مكان يعني. او احيانا اديك الواضح واحيانا اديك مش الواضح. القريب القريب اديك الواضحه قوي اللي انا عايزها. انت بتتكلم على الفار. الفار طبعا اصل الفار بتاعنا احنا ما عندناش الكاميرات. ايوه انت مش الفار بتاع اوروبا طبعا. لازم نبقى معترفين الفار ده عباره عن لقطه غير اللقطه بتاعه التلفزيون. ايوه انت فاهمني يا كابتن. ايوه كابتن. انت متأكد من الكلام ده كمان؟ طبعا. ما هي متأكد ان هي اللقطه مش زي لقطه التلفزيون؟ طبعا المفروض تبقى كده لان الفار الفار بيجيب لك من كذا موقع. كابتن انت عمرك شفت فار في مصر جاب لقطه من ورا الجول مثلا؟ لا ما انا خدت كاميرا. انا بقول لك دي. طب يا كابتن علي بابا يبقى زي الكاميرات ده. التقنيه دي مش موجوده. يبقى زي الكاميرات يا كابتن. التقنيه مش موجوده. انت عندك كاميرا. لا عندك كاميرا التقنيه بتاعت الخطوط انك بترسم خط. انا كنت عايز اكمل دي اقول لك وجهه نظري. طب اقول مش ما تزعلش مني. لا 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 اصل انا ما كملتش وجهه الفكره. الفكره ان الفار ليه كاميرات خاصه مش كاميرات اللعب ولا الملعب. ايوه ولكن انت جبت كاميرتين ثلاثه بطريقه انك انت بتجيبها من اللعب انت فاهمني. ايوه كابتن. فانا ممكن اجيب لك لقطه تفيدك وممكن اجيب لك لقطه ما تفيدكش. أيوه. على حسب شطاره اللي قاعد على الايه على الفار. ده وجهه نظري وانا عارفها تماما بدليل ان لو لقيت في الدوري بنالتي بيتحسب لنادي نفس اللعبه نفس الشكل البنالتي ما يتحسبش لنادي اخر. ايوه ليه؟ لان اللي على الفار قدم اللقطه للحكم كويسه وفي واحد قدم اللقطه للحكم. بس عمرنا ما شفنا ان الحكم كل شويه هو اللي لازم ياخد القرار ويطلع يشوف الفار. اما اللي انت قاعد بره ليه؟ ايوه ما هو دي حاجه برده مهمه. في اوروبا لما بتيجي يطبق الفار تلاقي ثانية ونص ثانيتين ثلاث دقائق يعني أقصى حاجة 25 ثانية 30 ثانية. الفار هو اللي بيحكم بيقول لك ماشي كويس يلا احسب بنالتي. لكن هنا في مصر الحكم لازم يعمل 40 مشوار لبره يتفرج على الفار. لا بص الكارثة في إيه بقى كده. ممكن الحكم يطلع للفار 5 مرات 6 مرات 7 مرات في المباراة بياخد له حوالي 12 دقيقة بيدي 4 دقايق ولا 4 دقايق واربع دقايق. انت بالفعل بعد الفار انت ما بقتش تلعب التايم اللي هو الحقيقي هو الملعب المباراة الأصلية. فأنا عاوز أقول لك إنه طالما أنت مش هتعرف تجيب التقنيات بتاعة الفار هات حكام ارجع للحكم الخامس الرابع والخامس والسادس اللي هو بيبقى بره الرجول اللي هو رجول. ليه؟ لانك انت مش قادر تجيب الكاميرات. عندكش التقنيه دي. طب هقول لك كلمه ثانيه اتفضل. سعر الساعه بتاعه الهدف الكره لما تخط المرمى ها السعر بتاعها مش مهول قوي انك انت تجيبه علشان زي جون الجيش يعني. انت ممكن دوري يروح علشان لعبه زي دي. مظبوط. انت فاهمني يا كابتن ايمن. مظبوط. يعني انت كحكم اصلا يعني انت كحكم لو معاك الساعه دي صح. هتديك صح. ولا عاوز انت فار ولا عايز اي حاجه. مظبوط. مش دي لوحدها ممكن تنهي دوري زي طبعا. ما نهي الدوري طبعا. ممكن طبعا. ممكن طبعا. تخلي الفرقه بعيده 4 بونت. دي حاجات سهله قوي. فعلشان كده انا بقول لك طيب نرجع تاني للفار. في حته الماتش دجله كان فيه 2 بنالتي الاولاني الدور الاولاني. أيوة. ماتش البنك الاهلي الكوره اللي كانت ايمن اشرف اللي جاب الهدف وطلعنا متعادلين وضاع علينا بونتين جول بيراميدز والبنالتي صحيح. كل ده ليه؟ التقنيه بتاعت الايه. بص احنا خلينا نتكلم بمصداقيه. احنا اولا
ولا عندنا طول عمرنا احنا ما بنحبش ان احنا مضطهدين وان احنا كده. لا طول عمرنا ما بنحبش. النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. اكبر من كده طبعا. لكن احنا بنتكلم في حقائق. انا بكلمك في حقائق. لما اجي احسب 16 بونت او 15 بونت من تقنيه الفار كتير كتير عليك انك انت يضيع منك دوري لو ضاع الدوري. صحيح. يضيع منك الدوري. بس يضيع منك الدوري ازاي؟ كوره لعب. مظبوط. لكن ما جيش انا في وقت من الاوقات يعني كوره زي دي علشان ساعه ما تتحسبش او لقطه فيديو تبقى كويسه. طب انا هقول لك حاجه تاني. الجون بتاع الجيش يا كابتن ايمن. ايوه طبعا. هو كابتن ابراهيم ليه ما طلعش شافها ورجع وقعد 5 دقايق وقعد 6 دقايق؟ ما يديها وضعها يعني. أيوة. يعني ليه استعجلت انك ما تطلعش تشوفها رغم أيوة ان أيوة. انت يا ابراهيم بتطلع تشوف اقل لعبه. أيوة. اقل لعبه بتطلع تشوفها. صحيح. في الفار. صحيح. دي انت مره في مباراه اتحسب 14 دقيقه فار لابراهيم نور الدين. بيطلع يتفرج على كوره وينزل يحسبها ما مش موجوده. يطلع يتفرج على كوره مش هقول لك ماتش ايه. بيطلع بيتفرج على كوره وينزل يحسبها او ما ينزل ما يحسبهاش. 14 دقيقه كوره زي دي فيها هدف مش يجب انك تطلع. صحيح. وتتاكد وتشوفها مره واثنين وثلاثه طالما مشكوك فيه. صح. لا واقول لك حاجه تانية ويساعدوا الفار انه يقدم له اللقطه المهمه اللي احنا اتكلمنا. يعني دي كانت سهله جدا انك انت تدق اللي نازل على الكره جوه الجون. مزبوط. كنت ممكن تحسبها وتحسم الامر بيها. يا اخي اطلع شوفها واطلع قول مش جون انا ما شفتهاش جون. مزبوط. بس ده قصدي يعني. ماشي. نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال كان ليك تعليق على الفار النهارده. انا ليا تعليق على الفار على طول. على طول على فكره يعني مش النهارده بس. انا حتى يعني قطعت كابتن عادل هو زعل وكشر تمام ان انا بقاطعه يعني بس مش مهم يعني مش مشكله. ايوه كابتن عادل حبيبنا يعني. كابتن بص اي تقنيه في العالم لما بتحب يعني تستخدمها يا تستخدمها كلها يا ما تستخدمهاش تمام. ما ينفعش يبقى انا وبعدين حتى طريقه استخدامها كمان يعني. خلينا نتكلم في المنطق يعني. انا طريقه استخدام الفار ايه اللي بيحصل؟ هل الحكم هو اللي بيحتاج ولا انا كفار انا اللي بنادي الحكم وبقول له لا تعالى؟ تمام. دي, دي 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 على فكره دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. هنا في مصر اللعيبه لما بتجري على الحكم خلاص يبقى القرار لازم الحكم يرجع للفار. تمام. ما بيبقاش قراره هو. وده مش على فكره يا كابتن ده مش طبيعي يعني. اللي بنشوفه في اوروبا ان الحكم هو اللي بيستدعي هو اللي بيكلم الفار بيقول له يعني بيقول له شوف دي. تمام. انا في كلام على دي. انما هنا في مصر الموضوع مختلف. انت مش احنا ما بقيناش فاهمين مين اللي بينادي مين. مين صاحب القرار؟ مين اللي عايز يعمل تشيك؟ هل الحكم الساحه ولا حكم الفار بيبقى عنده رؤيه وحكم الساحه بيتماشى معاه؟ الامور كانت مش واضحه خالص هنا على فكره. أيوه. دي رقم واحد. رقم اتنين الزوايا بتاعه الفار. مره يجيب لك مفيش مره شفنا زاويه للفار من ورا الجول مثلا او من على خط الجول يعني. أوه. الزوايا كلها التقنية مش موجودة. كأنك بتتكلم في زوايا كاميرا تصوير عادية جدا خالص. أي. خالص. حتى اللاين اللي بتعمل الخط اللي بتعمل عشان يحدد إذا كنت في تسلل أو مش تسلل. مرة معوج والله في مباراة كانت في الأهلي ومصر المقصة أعتقد في بداية الدوري. الخط كان معوج. معوج يا كاب ده نص دايرة. مظبوط. نص دايرة. مزبوط. أنت بتتكلم عشان كرة بتاعت محمد شريف ما كانش فيها أي نوع من أنواع التسلل. صحيح. أنا فاكر الجول بتاع محمد شريف. جاب لك الخط معوج عشان يقول لك ده تسلل. مزبوط. طب مزبوط. طب يعني فين التقنيه في كده؟ دي اسمها تقنيه على فكره. صحيح. تقنيه يعني حاجه المفترض ان انت بتستخدم حاجه عشان يعني تساعدك وتساعدك ايه بشكل واضح وصريح. طبعا. زي ما بيحصل في انجلترا كده قرار اي دوله اسيستنج ريفري يعني بالظبط اي دوله مساعده للحكم. طبعا. اي دوله في العالم يا كابتن النهارده لما بتيجي تستعين بتقنيه بكل حاجه فيها ما ينفعش النهارده بتاخد زاويه وزاويه لا قرار وقرار لا امكانيه وامكانيه لا. ما ينفعش كمان الحكام نفسهم وهم بيستخدموا الفار في كره بنالتي بتاعه اجايه تتحسب وبنالتي في حته تانية نفس هي ما تتحسبش نفس الواقع في نفس الماتش. صح. واحده بتحسبها بتدي فاول وانذار والتانية والثانيه بنالتي بتتغاضى عنها نهائي. طب مين اللي بيتدخل هنا؟ هل الحكم الساحه
ولا الفار اللي قاعد جوه بيشتغل وبيشوف وبيحسب مين يا كابتن بيشتغل؟ مين اللي بياخد القرار؟ أي. ما احنا لو عرفنا النهارده مين اللي بياخد القرار نبقى بعدين مبسوطين. أي. يعني او على الاقل مستريحين. يعني نقول يا جماعه لا ده قرار الحكم خلاص، الحكم هو اللي بينادي بيقول يا جماعه شوفوا الكره دي عندكم كويس، او يبقى احنا فاهمين ان هنا بتاع الفار وده هيبقى نقطه خلاف وجدل. زي ما انت عندك حكم انت بتطلبه ان هو يحكم المباراه عشان ده كواليفايد ان هو يحكم مباراه للاهلي او للزمالك، يبقى لازم يكون عندك برضو راجل على الفار برضو كواليفايد يقدر ان هو يشوف ويتابع ويقرر بشكل كويس. ده مش كويس. موجود يا كابتن عندك الامر يا كابتن صعب جدا جدا صح. جدا جدا في كوارث الامور دي كوارث تحكيميه. لا الامور كوارث دي لازم تحكيمية. تتعدل قبل بدايه الموسم وتتعدل كمان قبل بقيه المباريات اللي هتتلعب في كاس مصر. انا بس هقول لك على حاجه كابتن عادل، على حاجه مهمه جدا جدا ودي من الحاجات النوادر اللي بيقولها كابتن عادل في الاستوديو الحي. تمام، قال لك طب ما احنا ممكن نستعين بحكم خامس افضل على فكره من الفار بكتير جدا. مزبوط. والله افضل من الفار بكتير. مزبوط. جدا بكتير جدا هترجع للتقييم. يبقى حكم خامس شايف الامور فشايف الزوايا بشكل كويس، لكن كون انت النهارده الامور ماشيه بالمزاج، انا هنا بنالتي احسبه في الماتش ده وهنا لا ما احسبوش، هنا باخد هنا جول يتحسب وهنا ما يتحسبش، هنا كارت احمر يتحسب وهنا ما يتحسبش، لا مفيش مساواه في الموضوع. انت تعامل الفار عشان يبقى فيه مساواه عشان الحكم ما يغلطش. بس عايز اقول لك حاجه، هقول لك الحاجه دي واطلع على الكابتن سيد عبد الحفيظ على طول. انت بتشكك في الفار؟ لا الفار نفسه، لا التقنيه نفسها، مش تقنيه نفسها، لا مش تقنيه نفسها، مش هنكمل، بس هي مش تقنيه نفسها. طب قول بشكك في ايه؟ ماشي ولكن تثق في الخامس والسادس. نروح تثق في الخامس والسادس. أيوة. الحكم الخامس والحكم السادس. نروح لزميلنا كريم احمد. يا كابتن نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اتفضل. بجد التحية لك من جديد كابتن ايمن شوقي كل كابتن الكبار نجوم استوديو التحليلي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، مبروك على كابتن سيد النهارده بالنسبه للمباراه. انا عارف طبعا يمكن في صعوبه لكن بنلعب لاخر لحظه، بنلعب لاخر دقيقه، لكن زي ما بدات مع الكابتن سامي، جمهور النادي الاهلي عظيم، جمهور النادي الاهلي كبير جدا، جمهور النادي الاهلي من اعظم جماهير افريقيا، من اعظم جماهير العالم. اما بنشوف حد بيقلل من الجمهور يا كابتن سيد احنا بنزعل، انتوا بتزعلوا، اللعيبه بتزعل. استقبلت الهجوم على الجمهور ازاي يا كابتن سيد؟ ما حدش يقدر يقلل طبعا من الجمهور، هو مش من اعظم، هو اعظم جمهور في افريقيا بالتاكيد يعني. طيب عشان بس ما نمشيها واحده واحده يعني بالترتيب كده يعني، الاول الحمد لله طبعا على المكسب النهارده، ومباراه طبعا كويسه واخد لاخر لحظه في ظل برضو ضغط مباراه متتالي كده. الحمد لله طبعا باكد على المعنى اللي انا قلته المره اللي فاتت، يعني بشكر اللعيبه دي في 8 شهور قدرت انها تحقق كميه بطولات في اجواء مختلفه، ضغطنا في بعض الاوقات يعني ما كناش موفقين في اوقات اخرى. اللي مزعلني طبعا ان هي كانت بطوله كانت في المتناول جدا جدا جدا، اسبابها ممكن يبقى في تقصير باكد عليه، لان انت عمرك ما هتتقدم غير لما تبقى تقف مع نفسك ووقفه حق يعني. ضغطنا في اوقات كان ليه اسباب، غلطنا في حاجات بالتاكيد يعني، ممكن يبقى فاضل مباراتين ما حدش عالم في ايه، لكن في النهايه حتى لو راحت الناحيه الثانيه، حتى لو راحت لتيم نادي الزمالك يعني مبروك، ممكن يكونوا تعبوا اكتر مننا، ممكن في بعض الاوقات الدوري يكونوا اهتموا اكتر مننا، ممكن يكونوا موفقين في بعض القرارات غيرنا، عندهم حالات ممكن تكون اتراجعت كويس، ممكن تكون ما اتراجعتش كويس، كانوا موفقين مع بعض الحكام في قرارات او مش موافقين. في النهايه هي نتيجه، مش احنا اللي نقعد نقلل من بطولات حتى لو خدوها، مش احنا مش اخلاقنا ولا تربيتنا ولا ناس بتجيبها يعني تقعد تحقر من حاجه. لو خدوا البطوله مبروك عليهم طبعا، بالتاكيد زي ما قلت لك ممكن يكونوا اهتموا في بعض الاوقات اكتر، ممكن احنا عندنا ضغطنا بشكل مش غير طبيعي، ممكن يكون مقصود، ممكن يكون واحد مش عارف حاجه، مش فاهم حاجه، ممكن ما تعرفش يعني. في اوقات كتير قوي كنا بنبقى تعبانين جدا 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 يعني، من باب مثلا يعني النهارده بلعب المصري هو قبلها باربع ايام، تمام، الناحيه الثانيه الزمالك بيلعب سيراميكا هو لعب في نفس التوقيت، خلاص يعني استخفاف بالعقول في بعض الاوقات يعني. لكن في النهايه برضه هرجع اقول حتى لو البطوله راحت يعني هنلعب لاخر نفس، لكن لو راحت خلاص مبروك، احنا نحسن من اوضاعنا، نحسن من تفكيرنا، نحسن من قراراتنا، ما نثقش ابدا في اي حد، ما نثقش ابدا ابدا يعني. اللي حصل في الدوري لا يمكن يحصل في الكاس مهما اديتني من اسباب. احنا فاهمين كل حاجه. انت عندك الاجنده الدوليه هتبدا من يوم 27 ليوم او من 28 ليوم 7، والاجنده الثانيه الدوليه هتبدا من 4 اكتوبر
لحد 12 اكتوبر. فما فيش مبرر ان انت تضغط للكاس ابدا. ما فيش مبرر خالص. انت عندك لحد 30 سبتمبر اوكي، عندك تلعب السوبر المصري. الكلام ده ممكن يزعل الفريق، يعني نجنب السوبر المصري عشان الناس تتضايق وتزعل. مش ممكن تكون عقليه اداره دي، مش ممكن تكون عقليه اداره. اتنين، يعني ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا، ربنا كبير. انا بقول لو راحت الزمالك مبروك، لو راحت الزمالك مبروك للزمالك وادارته وجماهيره وكل حاجه لو راحت، لكن ربنا كبير. يعني النهارده نفس الكوره مع نفس الحكم هو محمد الحنف، نفس الكوره بتاعت اجاي. يعني ربنا عايز يوري حاجه. طارق مجدي راجل في مباراه بيراميدز بيلغي جون وما بيجيبش جهاد جريشه في كره لمحمد شريف، النهارده بيجيب واحد ما فيش اعتراض عليها اصلا. محمد الحنفي يعني بيديني 6 دقائق في ماتش الاسماعيلي، 6 دقائق في الشوط الثاني، وراح للفار 5 دقائق، راح للفار 5 دقائق. وبعد كده تغييرات، قول مثلا يعني انت بتغير 5 دلوقتي، يعني 10 تغييرات اداك 6 دقائق. النهارده في الشوط الاول بيدي 7 دقائق. يعني ممكن ما نكونش موافقين مع دول، ممكن، لكن انا مش عارف برضو يعني الثقه اجيبها منين. طيب يعني الثقه تجيبها من الناس فين؟ يعني محمود بسيوني على مدار 5 سنين ما شفتوش في الملعب، ما شفتوش في النادي الاهلي يا حكم، النادي الاهلي ما شفتوش غير مباراه دجله وحكم بينالتي غلط سنه 2016 2017، بينالتي غلط تمام. انت بقى يعني انت ما ثقتش فيه 5 سنين يا حكم النادي الاهلي، تجيبه في 13 يوم في مباراه دجله يلغي لي جول وما يجيبش الكره بتاعه طلع الجيش. ده انت لو بتتاوب يا محمود يا بسيوني بتتاوب، هتاخد وقت اكتر من 10 ثواني لو بتتاوب كده، لو فتحت بقك وعملت كده. الثقه بتيجي منين؟ الثقه بتيجي منين؟ يعني بتيجي من مواقف طبعا، بتيجي من احداث وقرارات. يعني على فكره دي مش لا هي سبه ولا هي تجاوز، لا مش مثالي. انا انت ممكن ما تثقش فيا، حاجه ما تعبكش، عندك سيد ده ما عندوش فكره، حاجه ما تعبكش تمام. انا ما عنديش ثقه فيك، ما عندك. الثقه تيجي منين؟ يعني الثقه تيجي منين مع محمود عاشور؟ تيجي منين؟ يعني محمود عاشور في مباراه المقصه، في مباراه المقصه بيقول لنا او بيقول للناس كلها، هو ما يعني ايمن اشرف وباسم مرسي واللي جابه طارق مجدي برضه، يعني طارق مجدي برضه تمام. فيقول لك هم ما لمسوش يعني الكره، ما حدش فيهم لمسها، بس في احتكاك مش طبيعي في كره اجايه. في كره اجايه يقول لك يعني الكره خلصت. خلصت يا كابتن عاشور؟ يعني ايه خلصت؟ يعني هل احتكاك ما بين فرود وجول يتاخر لحد ما الكره تكون طلعت؟ ليه تلعب سحالف؟ يعني ده الدنيا بسيطه قوي. ففي النهايه يعني انا مش عايز اتكلم كتير، زي ما قلت لك ممكن يكون عندنا اخطاء كتير، او ممكن ما نكونش موفقين في قرارات تحكيميه كتير قوي تمام. عندنا حاجات قبلناها ما كنتش يجب ابدا ان احنا نقبلها، ومش هتحصل تاني، مش هتحصل خالص. لا يعني انت مش عشان اخذت افريقيا وبسافر افريقيا تحرم من الميراث المحلي. مش لوجيك كده يعني ابدا. يعني حتى كابتن الصباحي يا راجل، ده انا اول مره اشوف، اول مره في حياتي كابتن الصباحي يحكم لي 6 مرات على الفار بست قرارات غلط، 6 قرارات غلط. كرة تيجي في العرض يحسبها. يعني في النهايه يعني طبعا في الاخر دي كوره، احنا عدينا هنلعب لاخر نفس طبعا، وزي ما قلت لك ما عندناش مشكله خالص. يعني المهم ان انت تبقى رافع راسك. في 8 شهور اللعيبه دي ادت كتير جدا وعملت كتير قوي، خدت 2 افريقيا يعني في 27 نوفمبر، وخدت كاس مصر 5 ديسمبر، وخدت تالت عالم في 1 في 11 فبراير، وخدت سوبر الافريقي في 28 مايو، وخدت كاس دوري ابطال افريقيا مره تانية في 17/7. ضغطنا كتير جدا زي ما قلت، فرطنا في حاجات ما كانش يجب ابدا. انا بلوم نفسي وبلوم كل الناس للمره ال20، لانه كان دوري في المتناول جدا. يعني زي ما انا قلت وصرحت قبل كده، يعني مع احترامي لكل الانديه اللي هقولها، لكن ما ينفعش ابدا في سنه واحده اخسر من 4 نقط من فرق بتسرع على الهبوط، مع احترامي ليهم طبعا. ما ينفعش اخسر 4 نقط من الانتاج من البنك الاهلي، ما ينفعش اخسر 2 نقط من الجونه في القاهره، ما ينفعش اخسر 2 نقط من وادي دجله في القاهره، ممكن اخسر من سموحه في القاهره، اخسر من المحله. كل ده في موسم واحد كتير جدا. مش هقول ان له كان الاسباب، لان دي كانت دفعه واحده كده لازم تلعب في ضغطه المباريات، لكن احنا قصرنا، اكيد قصرنا. كان في عوامل ما كانتش في صالحنا، طبعا كان في عوامل ما كانتش في صالحنا. ربنا سبحانه وتعالى كبير زي ما قلت لك، لان انت بتجيب نفس الشخص ده بنفس الكره دي بنفس الحاله دي، هنا بتحسبها وهنا ما بتحسبهاش. يعني في النهايه انا يعني في الاخر بقول دي كوره ودي رياضه تمام. زي ما انت عايز تتقدم لازم تقف على عند النقطه اللي انت المفروض تراجع فيها نفسك. يعني نراجع لنفسنا الاول،
راجعين نفسنا، لكن في حاجات كمان كانت ادوات خارجيه لازم ناخد بالنا منها جدا 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 جدا، لان اللي حصل مش هيتكرر ابدا، مش هيتكرر مش هيتكرر. اوعى اوعى تفكر ان انت يعني هتحط لي في كل 48 ساعه ماتشات كاس ماتشات كاس ماتشات كاس عشان لا 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 لا, لا, لا. ولا هيحصل. واللي بيقول لك بص في ورقتك ده بتاع المراقب ده اللي بيقعد يقول لك بص في ورقتك ده، لا ده انا هبص في ورقه غيري، لو ورقه غيري دي زي ورقتي بالظبط انا مش هفتح بقي خالص، لكن لو في نص ساعه نص ساعه زياده عن ورقتي دي لا 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 ما ينفعش. ولا هو انت في النهايه بتلعب ايه؟ انت بتلعب دوري، بتلعب دوري يعني يا راجل. ده انت لو مع احترام الانديه برضو اللي هقولها، لو بتلعب يعني الحمول مع 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 ديكيرنس هتعمل فرق المطبات، هتعمل حسابك في فرق المطبات. انت بتيجي من زامبيا، بتيجي على جنوب افريقيا، بتيجي على بتطلع على قطر. ده انا والله ما بفكر كده، بقول يا ربي طب والله العظيم ثلاثة. شوف انا بحلف بالعظيم اهو، تمام، احنا لو خدنا اول مجموعه والله العظيم ثلاثة ما كنا هناخد بطوله افريقيا. تعرف ليه؟ عارف ليه؟ اقول لك انا ليه. سالتني بقى، سالتك اديني فرصتي. اقول لك انا، تمام، انت لعبت 14 ابريل مع النصر، تمام، 18 ابريل لعبت مع الزمالك، بص الماتشات اللي جايه دي، 21 ابريل لعبت مع سموحه، 24 لعبت مع امبي، 27 لعبت مع المصري هنا في اسكندريه، بص ما بين السفر الداخلي ده، 30 لعبت مع الجونه في القاهره، 3 رحت طالع على المحله، 6 رحت جاي هنا في اسكندريه مع الاتحاد السكندري، 10 رحت لعب مع الزمالك. انت عارف لو طلعت 14 لو طلعت اول كنت هتلعب يوم كام؟ لو طلعت اول مجموعه في افريقيا كنت هتلعب 14، كنت هتلعب 14، تمام. انت ربنا خلينا تاني عشان ناخد يوم زياده، يبقى القرار عندنا، قرار انا اللي اختار، فاخترنا 15 عشان ناخد 5 ايام وما نسافرش، فالمباراه الثانيه تبقى بعدها باسبوع. لكن لو طلعنا اول كنا هنبقى ايه؟ هنلعب اول مباراه بره، تمام، هتتلعب 14، يبقى تلعب 10 زمالك وتطلع. والله ما كنت هتاخد افريقيا، والله ما كنت هتاخدها، تمام. الله اعلم هل ده كان برضو يعني عشان برضو نخلص الدوري، ما اعرفش برضو، ما اعرفش. انا اتمنى بس الناس تفكر، يعني هو مش 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 ربنا مديك ان انت سلطه ان انت تاخد قرار، تمام، على كساسنا. لا 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 خالص، مش ممكن اكون رايح محي الدين ابو العز انزل جدول وبعدين اقوم داخل شهاب او عامل جدول تاني، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. وبعدين برضو يعني من غير زعل، يعني الزعل بيجي من عندنا قوي قوي، الناس بتزعل قوي، بيزعل قوي قوي. طب ده يعني ده في صوره اتحطت على مجله، تمام، ما بيقراهاش 17 18 واحد، واتعمل اللي انت عايزه، اتلغى الماتش، تمام، اتنقل الماتش اللي كان موجود، وانت اللي قايل تايل ده تكافؤ فرص، وده يلعب 7 وده يلعب 7، انا لعبت 7 وغيري لعب 6. في النهايه عشان بس ما يعني احنا ناس ما بتحقرش من بطولات حد، العكس، لو الزمالك خد البطوله ديت مبروك، لو الزمالك خد بطوله الدوري الف مبروك. علينا ان احنا نعدل شويه، علينا ان احنا نعرف كويس قوي ان ما فيش حد ابدا ابدا وانت بتلعب في افريقيا هيساعدك، انت اللي هتساعد نفسك، انت اللي هتساعد نفسك بقراراتك، انت اللي هتساعد نفسك بترتيبك، انت اللي هتساعد باستعداداتك، باهم بتركيزك، بشخصيتك. ما كانش يجب ان انت تنقد بعدد الفرق اللي انا قلتها ديت، ممكن تستحملها مره. يعني تعادلنا مع الشرقيه من 4 سنين في القاهره، وارد، تعادلنا مع الجونه في في في, في القاهره، بحترم الانديه دي طبعا، بس انا بقول لك انت ممكن تستحمل ماتش اتنين، لكن عدد النقاط دي كانت مضغوطه وكل حاجه، لكن في النهايه ما ينفعش ابدا ان انت تعديها كده. محمد الحنفي يعني الله اعلم، ما اعرفش، يعني هي نفس الكوره بنفس الكلام بنفس التوقيت بنفس ما اعرفش. محمود عاشور هي نفس الكوره بنفس التوقيت بنفس الكلام، ما اعرفش. طارق مجدي قصد يعني مش عارف، صباحي مش عارف، يعني اقول يعني محمود بسيوني حدوته، يعني حدوته الصراحه مش عارف برضو ابدا. يعني طب خد يا عم هقولها لك للمره المليون، طب اقعد شويه مع نفسك شوفها، طيب شوفها نص دقيقه نص دقيقه نص دقيقة. لا الضمير طبعا صحي على فكره، يعني ما بتشكش في حد، بالعكس بنحترم كل، على فكره شوف انا بقول لك اهو، في ناس مش يعيبها وده مش نقد، انا بقول لك يا كريم انا ما بثقش فيك، ايه المشكله عندك؟ انت ما بتثقش فيا يا سيدي. محمود البنا في حته تانية خالص، ده راجل في حته تانية، ده الراجل ده عارف فيكتور جوميز وكده بقى زيه خلاص. انا اشوف برضو ان حتى يعني محمد عادل النهارده مثلا حسب على بينالتي، انا اشوف انه كويس جدا، اشوف النهارده كويس جدا. بعض الحاجات الصغيره مثلا ان هو يدي انذار لاكرم، يدي مش عارف انذار في شوطه كده، اشوف ان هو كويس جدا النهارده، يقدم بشكل كويس. اشوف ان ابراهيم الدين نور الدين يعني جاي بشكل كويس قوي قوي، تمام. لكن يعني الثاني لو شفتك في الملعب مع كميه الاخطاء في موسم واحد، كابتن طارق مجدي، طارق معايا انا يعني خاصم لي 6 نقاط مثلا في ماتش بيراميدز، جولين ما جابش جهاد، ما جابوش اصلا يعني انت بتاخد القرار، ما جابوش اصلا في مصر المقصه، الجول 100% يا راجل، ده الزمالك بيلعب المقاولين، هاتوها طارق مجدي، الزمالك بيلعب بينالتي، كارثه
كارثه زق ودفع وبتاع وكده وهو موجود عادي جدا يعني. بقى فصعب يعني صعب. اتنين اتعلمنا من زي ما قلت لك بعيد وقرر يعني اتعلمنا من علينا ان احنا نحسن من وضعنا واهتمامنا وتركيزنا. اهتمينا قوي يمكن من الاخطاء اهتمينا قوي 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 بافريقيا. كنا عايزين ناخدها مره تانية جت على يعني علميا بس لان في ناس يعني مع احترامي الكامل يعني لا هي درست ولا لعبت ولا شافت ولا راحت ولا جت ولا عندها احساس ولا سنس ولا عندها حاجه خالص وبتطلع تنتقدنا يعني جدا. بس دول لهم وقتهم على فكره. دول يعني دول لهم وقتهم خالص يعني لان في اعلام. مش معنى ان انت اعلامي ان انت ليك الحق ان انت تجرحنا وتنتقدنا وتسبنا وتهزقنا وتتعدى علينا واحنا عشان انت اعلامي معاك الحصانه. لا طبعا. العصر ده خلاص بقى فيه حريه جامده جدا في الكلام اوكي. لكن كمان ما ينفعش ان انت راجل تبقى متجاوز في حقي وفي امكانياتي وقدراتي ومهاراتي وانجازاتي وتتجاوز فيها وانت لمجرد بس ان انت يعني خريج كليه اعلام. ماشي يا عم علينا راس. انا خريج كليه ترجمه في تخصصي مهنتي مفيش مشكله. انت هنتقابل بالمثل يعني مؤدب في مؤدب في محترم في محترم فتديني حقي واديك حقك على عيني وراسي على عيني وراسي. محدش يقدر يتكلم خالص يعني اوكي. انا بقول الكلام ده عشان بس ناخد طولت شويه ناخد نفسنا. جمهورنا يعني خليك ورا فرقتك خلاص. اللي حصل بطوله ممكن تكون بعدت جدا 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 يعني زعلوا مننا على حقكم ان يعني كانت في المتناول جدا. لكن اللعيبه دي مش دفاعا عليها بس لا لعيبه رجاله بشكل كبير قوي. لعيبه كانت متحمله مسؤوليه زي ما قلت لك. ممكن نكون ركزنا اكتر في البطوله الافريقيه. كان عايزين نحقق مركز في في في, في كاس العالم للانديه. كنا عايزين ناخد السوبر اللي غايب عننا بقى له 7 سنين. كنا عايزين ناخد يعني بطولة أفريقية مرة تانية. عايزين ناخد البطولة الثالثة. لكن ده ما كانش يجب أبدا أنه يجي على الحتة المحلية. جت ليه أسباب زي ما قلت لك اتدفعت يعني منها أن احنا لا اللي جاي بالنسبة لنا هيبقى مختلف خالص في التفكير والقرارات. تمام زي ما قلت لك لا هبص في ورقة غيري طالما هي ما فيهاش عدل. هتضغطني في الكاس. صعب جدا أن انت تفكر. صعب أنا بقولها لك. صعب ان انت تضغطني في الكاس. صعب ان انت تلعبني 3 ماتشات في الكاس علميا تمام. ان انت الماتش الرابع هو اهم ماتش بالنسبه لك اللي هو المفروض هيبقى فاينل. تمام انت المخزون كله بيطلع يعني ممكن لو هتضغط 3-4 مباريات لو هتضغط مثلا يوم مثلا يعني 9-12-15 تمام الفاينل ممكن يبقى 20. انا مش مغسل وضامن جنه زي ما بيقولوا. ممكن تتغلب في الاول لكن على الماتش الرابع ده خلاص فيش عضلات. كل الانسجه دي خلاص المخزون راح. فانت بتسلم نمر يعني. فتيجي تقول لك ايه لا هو فلان لعب احسن من لعب عمل. اعمل احصائيه كده هتلاقي 10 دقايق بتوع الاهلي الاخيره العشر دقايق والربع ساعه اللي في الاهلي الاخيره عندك مشكله. ده مش مشكله فنيه يعني مشكله ذهن خلاص. انت النهارده بتلعب مباراه مش قادر في اخر 10 دقايق مش قادر بتجر في رجلك. دي لعيبه كويسه ولعيبه كبيره ولعيبه صغيره في السن صح لكن عندها تحمل مسؤوليه كبير جدا. تمام زي ما قلت وباكد على معاني هي دي الرياضه. اجتهدنا في حاجات ربنا وفقنا في حاجات وخدناها. ممكن نكون قصرنا في حاجات اللي علينا ان احنا نعدل بمجرد يوم 27 ايا كانت النتيجه لازم هنشوف هنعمل ايه. عندنا 3 بطولات في شهر سبتمبر يعني كاس مصر والسوبر المصري والسوبر الافريقي. محدش يضحك علينا خالص. الاجنده الدوليه معروفه من يوم 27 او يوم 28 لحد يوم 7 اوكي. والاجنده الدوليه الثانيه من يوم 4 اكتوبر ل 12 اكتوبر. انت عندك فتره كبيره جدا. هتقول لي انا عايز اخلص الموسم بنفس القايمه. ما هو عارف في كلام حق مربي باطل. نفس الناس المسؤوله من 4-5 سنين كنا بنلعب الكاس بالقايمه الجديده عادي جدا. هي نفس الناس. فيعني ما تضحكش علينا لان احنا برضو فاهمين كويس او فاهمين لوائح كويسه وبنقراها كويس قوي. ويعني ما كناش عايشين في حرام يعني كنا برضو بنلعب كاس في في في, في, في بالقايمه الجديده وكانت بتمشي والدنيا كويسه يعني اوكي. لكن مش هتضغطني او بقى فرقه جايه من يوم جايه من 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 ماتش الجابون يوم 5-6 تجيلك الماتش يوم تجيلك يوم 7 عشان تلعب يوم 9. طب واللعيبه الثانيه يعني علي معلول ده ما عندوش منتخب مثلا. عنده منتخب مع زامبيا هيلعب يوم 7 هيجيلك يوم 9 الصبح. واحد زي بدر بنون ده ما عندوش منتخب. واحد زي ديانج ده ما عندوش منتخب. تمام انا مش هدفع فاتوره حد. انت هتتكلم على فير جدا ابسط حقوقي يا اخي ابسط حقوقي. ده بيلعب في يوم الاثنين العب انا الاثنين. تمام
مش هلعب انا لحد والعب الاثنين والعب الاربع والعب الخميس والعب وانت عادي جدا يعني الدنيا المهم نخلص يعني. انا يعني زي ما قلت بحترم كل الناس، كلامي ما فيهوش اي تجاوز في اي حد خالص خالص، انا بنقل صوره بنقل بلوم نفسنا وبلوم حاجات الاول، لكن بقول لك ممكن يكون كان حد موفق تاني، في حد ما كانش موفق معانا، لكن القانون ما بيتغيرش ابدا، مش هيتغير في استاد اسكندريه ويروح الدفاع الجوي يبقى مختلف يعني. الكرة كملت في يعني طلعت في اسكندرية وما طلعتش في الدفاع الجوي يعني، يعني قمة في استخفاف بالعقول يعني خلاص يعني. شكرا فندم، شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ على هذه التصريحات، وما نقدرش الحقيقه كابتن ايمن نقول اي كلام بعد تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ. بنتمنى ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي ونبدا نفوق الفتره اللي جايه، عايزين التحكيم وهيكل التحكيم تكون بشكل جيد جدا، النادي الاهلي ياخد حقه بشكل كبير. ضغط المباريات ده معانا وقت، وكان زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ شرح امور عديده جدا، ان شاء الله باذن الله املنا كبير في اللعيبه، ولازم نحيي اللعيبه كابتن ايمن الحقيقه الفتره اللي فاتت مع الجهاز الفني على مجهودهم الكبير وحصولهم على البطولات العديده. ان شاء الله باذن الله نقدر ولعيبه النادي الاهلي دي تقدر تفرحنا موسم واثنين وثلاثة وبطولة واثنين وثلاثة. جمهور النادي الأهلي ما بيشبعش بطولات، وهو ده سمة جمهور النادي الأهلي، أعظم جمهور في الكون. عودة لك يا كابتن أيمن. عزيز كريم أحمد، وطبعا احنا قلنا ان اللعيبة دي تستحق مننا كل تقدير وتحية، هي والجهاز الفني والمنظومة ككل. السنة اللي فاتت دي سنة استثنائية ما عدتش قبل كده على لعيبه النادي الاهلي ولا عدت على النادي الاهلي بالضغط ده. وفي السنه دي الحمد لله رب العالمين قدر الجهاز الفني واللعيبه ديت والمنظومه ككل انهم يحرزوا جميع البطولات اللي دخلوا فيها بما فيهم برونزيه كاس العالم. احنا انا بتكلم على كره القدم، فهو موسم استثنائي وصعب، وموسم جيد جدا 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 وإيجابي من جميع الوجوه. وزي ما قلنا بغض النظر عن مين اللي هياخد بطولة الدوري اللي ما زالت قائمة حتى الآن يعني لسه في الملعب، ولكن اتصعبت جدا، بقت مثلا نسب يبقى نقول 90-10 مثلا. بصراحة موسم أكثر من ممتاز، موسم ما تحققش بقاله فترة إن أنت تجيب البطولات دي كلها. وقلنا الكلام ده مع الضيوف اكتر من مره، ولكن جمهور النادي الاهلي عارف قد ايه الفرقه دي تعبت طول السنه، وعارف قد ايه اتضغط عليها الفتره اللي فاتت دي كلها، ومع ذلك قدرت يعني تعدي الصعاب دي كلها وتعدي الحاجات اللي اتحطت لها في سكتها، وقدرت بحمد الله طبعا ان هي تجيب كل البطولات اللي دخلت فيها. فيعني تحيه تقدير كبيره جدا 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 للمنظومه ككل. تعالوا بقى نشوف اهداف المباراه ونحلل الاهداف مع نجومنا الكبار. ده الهدف الاول يا كابتن شريف. اتفضل يا كابتن. خلينا نتفرج على الشكل الحماسي اللي ابتديت بيه المباراه. قبل الكره دي في 3-4 كرات مظبوط كان متحققوا، دي يعني كان لازم يتحققوا اهداف. أيوة. دي واحده منهم اللي حصل فيها التمركز السليم والتكوف العالي كان والعرضيه حلوه قوي من علي مالو، وكلنا في اول المباراه بنطلبه. أيوة. وسمينا حتى صلاح محسن انه من الناس اللي زي محمد شريف كده اللي بيتعاملوا في المنطقه دي، بل اكثر حركه واخف حركه في المنطقه دي، وكان اختيار موفق جدا ان هو يكون موجود. صحيح. وترجم عنه 3-4 فرص لصلاح في المكان ده مظبوط، احداها اللي هي دخلت جول دي. الشكل بقى الكوره وهي بتتلعب او الرؤيه ده في تصميم وروح من اللعيبه من اول دقيقه ان هم لازم يزوروا الملعب ده. وعلاء كان قال لك الفرقه دي من العمق ده تقدر تستغلها زي ما انت عايز. بص هنا كتره عدديه للنادي الاهلي، وهجمي النادي الاهلي هنا 3 على 2 مدافعين. ما يعني ما هو دي برضو من الحاجات اللي انت من اول المباراه من اول المباراه وانت داخل عايز تحقق الهدف ده، عايز تستغل نقاط الضعف اللي هي بتبقى موجوده مع الخصم. مزبوط. او مع المنافس. فانتشار جيد، كل حاجه جميله، اللعيبه شايفه بعض، اللعيبه عندها روح النهايه، يبقى عندها ثقه في التحركات مع بعض للراجل اللي معاه الكوره. انما برضو يبص الشكل اللي هو العمق اللي ورا ده هنرجعه تاني، برضو بنستغل الصوره دي، بس لازم يبقى عندك
متكوك اكتر من كده. أي. مش اللعيبه لازم تبقى جنب بعض. أي. الخطوط. أي. لازم تبقى جنب بعض. واخد بالك يا بلال؟ متكوك، خدت بالك؟ داكك ومتكوك كده. يعني متكوك يعني اللعيبه يبقى جايه كده جنب بعض. بس مش عاجبك الظاهر متكوك يعني؟ يعني مستغربه كويس. يعني مبقاش اللعيبه تبقى زحفه جنب بعض يا بلال. بص تعمل لنا فيها اجنبي. ايوه تتفرج على الدوري الانجليزي. ايه متكوك ده يا كابتن؟ بس داكك ومتكوك دي في الكوره، خد بالك. يلا فالرياض غني الهدف الاولاني اللي هو كابتن علاء. الهدف الثاني يا كابتن. الهدف الثاني زي يعني، وطبعا المنظر اللي احنا كنا بنتكلم عليه، المساحات الكبيره قوي اللي موجوده في نص ملعب المصري كمان، ومش نص الملعب يعني. كابتن شريف بيتكلم على الهدف الاول، في هجمه جت في اول في بدايه المباراه دقيقه وشويه 3-2 في بدايه مباراه. يعني ما بتحصلش يعني، حتى لو الناس واقفه كده مش هيحصل كده، لكن حصل. دليلي ان انت المساحات موجوده وحصل الهدف اهو. هنا هنا طبعا بقولك مساحات كبيره جدا، وكل لعيب عن بعيد عن بعضه، يعني كل حاجه كانت مباحه النهارده في فرقه المصري. ايوه نكمل بقى، نكمل ماشي كمل. لا عمرو طبعا استلم الحلو ان لمسه واحده. أيوة كلها كله شايف بعض. مزبوط. لمسه واحده تحرك ممكن اقف هنا بتاع اكرم هنا 3-3 على حسين. تحرك اكرم ده خد بعض انتباه الناس، لكن حتى الثلاثه على حسين المثلث ده يعني يديله الحريه بيلعب الكوره. اعمل لان يعني ثلاثه واحد بيعمل الكروس ده وسطهم، يبقى دول بيامنوه اللي هو اتفضل كويس. حلو قوي انت. كل كروس اتعمل او كل اوفر اتعمل يا ايمن. ايوه كابتن. اولا لعيب فاضي، التغطيه العكسيه مش موجوده، الاثنين اللي في القلب مش ماسكين يعني. أيوة الجول اللي جابه صلاح محسن، مفيش حد ماسك صلاح محسن. مزبوط. والحارس واقف على الخط. مزبوط. هنا احلى حاجه في الهدف ده كملها بقى لمسه واحده. السرعه لمسه بالزبط. واحده انك انت عندك المساحه وعندك الوقت، فانا يعني ابطئ الكره اللمسه. مزبوط. مجدي لمسه، حمدي لمسه، هنا استلام من حسين واحده والثانيه، وعلى مهله خالص، واخد وقته كمان حسين واستنى، ممكن عايز يلعب لاكرم. هيلعب لو طلع او يعمل بص وشاف ال 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 الكروس اتعمل او الكره العكسيه اتعملت 3-3. صحيح. وثلاثه المصري مش شايفين ثلاثه لعيبه النادي الاهلي. تعامل مع طاهر حلو قوي في قمه الابداع. يا دوب بس وجه الكره على الزاويه البعيده. حلو قوي هدف بتاع يعني، مش اي حد يعمل اللمسه دي. مظبوط يا كابتن. الهدف الثالث كابتن عادل عبد الرحمن معانا ولا ادي الهدف الثالث. ماشي. كانت نتيجة 2-2 يعني النتيجة بقت 2-2 اتصعبت الشوط الاولاني، اخر الشوط الاولاني اتصعبت الامر. تعدية من حسين كويسة قوي. بس عاوز ارجع تاني معلش خطوتين ورا اوريك حاجة. ماشي. فرقة المصري ممكن نرجع شوية، ممكن نرجع شوية بس خطوتين بقى. أيوه. كمان شوية بس هنا بص اللعيب بتاع نص الملعب راجع، هيبقى لعيب واحد على واحد. ايوه المفترض ان ده ياخد سبرينت وينزل تحت يبقى ليبرو، او يجي واحد وده ينزل وده التاني ينزل تحت. اوكي أيوة. لكن خلي بالك هم فرقه المصري كانوا بيسيبوا الاهلي 3 على 3 فراوده على 2 مدافعين. ما كانش في انضباط تكتيكي خالص. وانا يمكن اتكلمنا في الموضوع ده، نشغل بقى بس ماشي. اوكي نكمل ماشي نكمل. اوكي ده برضو بص السبرنت يعني، انت راجل واحد رايح على الجون يجيب جون. اللاعب اللي هو اللي ورا نمرة ده المفترض ان ياخد سبرنت جامد جدا عشان يبقى يعمل السبورت لاي لعيب. كرة القدم يا كابتن هي اجزاء وثواني واخطاء. فانت اول ما تجي لك الكوره المفترض انك تبقى انت سبورت للمدافع بتاعك. اللي هو احنا بنقول عليها ترحيل. صحيح. مش لازم واحد يجي من اقصى اليمين عشان يعمل السبورت لهنا، لا انت بترحل، لاني ما خلاص ما فيش حاجه اسمها مان تو مان في الملعب، في حاجه اسمها دفاع. صحيح. منطقه. صحيح. بس مجهود رائع من حسين وتصرف فردي هايل. ده انا كده اتكلمت على الاخطاء، اما اتكلم على الايجابيه. صحيح. اعلى حاجه في الجون حاجه واحده بس، ثقه حسين انه يحطها في المكان ده. بالزبط. لانه حسين يعني قلبه هو اللي خلاه يعمل كده، ان هو يحطها في المكان الضيق الصغير ده، المسافه دي طبيعي ان الكره يطلعها بره. صح. لف بالكره الجراءه اللي هي الاولانيه واحد ضد واحد انه يعدي بسرعته وياخده في ظهره. هنا اتخذ القرار هنا بقى يا كابتن، صعبه جدا. الجون برده ساعده. ده رقم واحد. رقم اتنين عايز اقول لك
ان الشبكه بثلاث لعيبه المصري اللي موجودين دول سدوا حته التمرير. فكان قدام حسين فكره واحده لا يحطها على الارض انت فاهمني لا يحطها عاليه تشب علشان تعدي وممكن يطلع السليه كان صحيح. اللي مكمل واي حاجه. طيب الهدف الرابع مع الكابتن احمد بلال. الهدف الرابع مع الكابتن احمد بلال ماشي كابتن ده الهدف الرابع. طبعا شفنا المساحات لا رجعها شوي ايوه من هنا بس بص كابتن المساحه ده المساحات دي اتكلموا عليها كباتن ده من بدايه الماتش مش الشوط الثاني بقى اتفتحت بطريقه رهيبه من الدقيقه 80 يعني ده من بدايه الماتش في مساحات واضحه جدا 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 وعدم تمركز يعني واضح بشكل كبير جدا في دفاعات نادي المصري واستغلالها يمكن بس انا الهدف ده يعني هو طبعا استغلال جاي من لعيبه النادي الاهلي ولكن يعني دي كوميديا ما بتحصلش في اي حته في العالم صحيح. يعني فاهم قصدي يعني هدف كده ايه اخطاء كوميديه ما بتحصلش كتير يعني أيوة. ولكن الحاجه الجيده بالنسبه لك انك بتستغل اخطاء الخصم وده شيء جيد بالنسبه لك يعني دي يعني كره اعتقد ده افشل لعيبها بدماغه لحسين الشحات. حسين الشحات يعني بكل مثاليه بيباصي الكره للكهرباء عشان يسجل هدف ودي حاجه رائعه جدا خد بالك حسين الشحات سهل جدا يجيب جول يعني لكن هو بيتعامل هنا مش نفسي بس يعني حسين النهارده جاب جول عمل اسيست الجول لطاهر وادي كمان اسيست كمان لكهرباء مجملا يعني المفترض يعني كنقاط لو هندي ممكن ندي حسين الشحات يعني من افضل اللعيبه الموجوده لو احنا بنصنف المباراه كنقاط يعني الحقيقه غريبه في الراجل بتاع المصري اللي جاي اللي هناك خالص ما انا بكلمك في الكوميديا دي الكوميديا اللي عنده تصوير خلاص ماشي كده نبقى حللنا كده خلصنا المسلسل الاربع اجوال واعتقد كابتن بلال يمكن زي ما انت قلت وكابتن شريف قال ان الهدف الاول بتاع النادي الاهلي كان في الدقيقه 8 كان قبله في خمس فرص صح خمس فرص النادي الاهلي يعني خمس فرص يعني محققه خمس فرص فعلا خمس محققة. فرص ممكن على الاقل يجي اربع من اربع اجوال محققه منه. بص احنا اتكلمنا قبل الماتش وقلنا دفاعات نادي المصري عندهم مشاكل كبيره جدا في التمركز عندهم مشاكل كبيره جدا في الرقابه تمام عندهم مشاكل كتيره جدا 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 بصينا في النظر بص يا كابتن دي ثلاثه من لعيبه المصري ثلاثه من لعيبه المصري ما حدش ماسك حد خالص بتاعت افشك ده بص يا كابتن بعد ايه بالظبط صح هتلنا معلش تاني هتلنا تاني بص في الدقيقه كام بص في الدقيقه كام دي في الثانيه 50 خلاص بص يا كابتن بص يا كابتن من بدايه المباراه اتلعب محدش بيبص يا كابتن بيبص خالص على اللي وراه اربعه موجودين وثلاثه من لعيبه النادي الاهلي لو الكوره راحت لاي واحد فيه ممكن يسجل هدف كان لازم صلاح يحطها في الجول على طول دي بتاع طاهر محمد طاهر بقى وده كره الهدف بص برده الرقابه مفيش رقابه لا دي كره قفشه دي قفشه حطها في العارضه لا حطها في جسم الجول مع ان الجول كله مفتوح في رجل الجول ومفيش اي برده رقابه خالص من لعيبه المصري ودي واحده انفراد برده في الدقيقه كام دي أربعة دي خمسة احنا وصلنا كده دي ثالث مره ثالث هدف محقق بالظبط محقق مش هي. هدف محقق للنادي الاهلي دي أربعة في اربع خمس دقائق فمباراه مفتوحه من اول الجيم بتلاعب النادي الاهلي بص صعب جدا 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 تلاعب النادي الاهلي مباراه مفتوحه من اول الجيم وما يجيش فيك اهداف صعب صح او ما تتاحش للنادي الاهلي فرص محققه الوضع طبيعي يعني. ودي طبعا دي الاخيره الهدف اللي سجله صلاح محسن وده طبعا الهدف برده اللي سجله طاهر محمد طاهر الحقيقه كان هدف برده مميز مع ان طاهر مش متميز يعني في الكرات العاليه ولا متميز في اللعب صراحه لكن حطها حلوه وجهها كويس طبعا التوجيه نفسه حلو يعني برده حاجه جيده وده هدف طبعا حسين بس الشحات. هو كمان خلي بالك كانه ايه في حراسه مدافع المصري حسين الشحات اللي حتى طاهر قبلها لا هو نادي المصري ما بيحرسوش حد وده ده الهدف تقريبا ده هدف دي كره حسين شحات اللي تشيب اللي عايز يعملها تشيب من فوق الجول بس بص هنا بعيده الكره دي اللي تردد جون باينه المسافه دي بعد اهي دي اللي تردد جون لا مفيش جول يا كابتن مش هم دي بتاعت النادي الاهلي دي كره النادي الاهلي مش دي اللي لموا على الجول قال له انت لعبتها فاست بريك واتقطعت وجت جول كده الباك ليفت لا مش دي كابتن لا مش دي اللي قبلها اللي هي كانت انفراد والولد رجعها للجول برجله وهو شاطها لعبها على طول يعني اللي قبل دي مش دي على طول بص فرص يعني دي اللي في العارضه دي رائعه جدا جدا من محمد هاني طبعا فرص كتيره جدا جدا كانت المباراه المفترض ان هي تخرج بنتيجه 7 6
كان هيبقى فيه هيفي سكور يا كابتن، كان هيبقى الجيم مختلف تماما لو الاهلي كان سجل يعني بعض او يعني فرصتين او ثلاثه من اتيحوا للنادي الاهلي، كان الموضوع كانت المباراه تروح في حته ثانيه خالص مختلفه تماما يعني. مظبوط. في الحقيقه بقى لازم نشكر الجهات المختصه والادارات العليا اللي تدخلت بشكل سريع جدا لنبذ التعصب الرياضي من الاعلام الرياضي بعد تجاوز احد المذيعين في حق جماهير النادي الاهلي العظيمه، وان الرد بالسرعه دي يمكن بياكد على حرص جميع اطراف المنظومه الرياضيه على عدم السماح بالخروج عن النص ابدا. لذا وجب الشكر لكل القائمين على هذا العمل من ادارات عليا وادارات رياضيه محترفه. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. نورنا يا كابتن. الله يخليك كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل المشاهدين، وتحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مرغوب، وكابتن علي برحمان، وكابتن احمد. اهلا. في البدايه كابتن ايمن بنقول مبروك للنادي الاهلي على الاداء وعلى النتيجه. حظ اوفر النادي المصري النهارده اللي عمل مباراه ايضا مباراه جيده جدا. استمتعنا الحقيقه طبعا بست اهداف كابتن احمد، مباراه ممتعه جدا جدا، وهو دوت اللي الناس كلها بتستناه، اللي هي المباراه لما بيكون فيها اهداف اكيد استمتعنا بالمباراه من اللاعبين. النهارده كان التحكيم النهارده بنقول كابتن ايمن التحكيم الافضل. ما هو التحكيم الافضل يا كابتن شريف؟ العداله. كابتن احمد زي ما قال كابتن شريف بالظبط كده. التحكيم الافضل كابتن ايمن بالاضافه طبعا لكلام كابتن شريف وكابتن احمد هو الاقل اخطاء يا كابتن عادل. تحس ان جدا النهارده المباراه ما فيش فيها اخطاء كابتن احمد مؤثره في نتيجه المباراه. قد نختلف في بطاقه صفراء هنا او هنا، ولكن بشكل عام اعتقد النهارده محمد عادل بذل من المجهود البدني. كابتن ايمن خلي بالك النهارده بنتكلم على مجهود بدني حكم بذله مع المجهود الذهني مع ضغط المباراه. المباراه كانت صعبه في البدايه، وزي احنا قلنا المباراه صعبه نتيجه الفريقين ونتيجه الرغبه في الفوز. اكيد النهارده محمد عادل كان عنده ضغوط على المباراه بخلاف اللياقه البدنيه، ان هو النهارده اشتغل على عنصر مهم جدا التحمل العام وتحمل السرعه، وازاي كان عنده قراءه مستقبليه لكل الالعاب يا كابتن ايمن خاصة في العاب الصندوق. خلينا الاول نروح لطاقم التحكيم النهارده اللي ادار هذه المباراه، كان بقياده الدولي محمد عادل اللي اعتقد النهارده ادار مباراه متميزه. كان عندنا على الخطوط كان عندنا احمد توفيق مساعد رقم واحد، البساطي كان مساعد رقم اثنين، جلال احمد الحكم الرابع، وكان على الفار كان احمد الغندور وكان محمود ناجي. خلينا نروح للحالات اللي حدثت النهارده في هذه المباراه. نشوف حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا. هل هناك في مخالفه لمس الكره بالايد؟ هرجع بس الاول لمحمد عادل. احنا قلنا دايما الحكم بيبقى محضر القرار، هرجع بس للقطه الاولى خالص لايف. ايوه هنا ستوب. هنمشي شويه ونشوف ايد محمد عادل بيشاور ستوب بس. هنا كابتن طالما انا كحكم بشاور كابتن احمد خلي بالك الاشاره ديت مش اي كلام يعني. ولكن هو شاف من وجهه نظره هنا لا توجد مخالفه. هنحلل اللعبه ونشوف هل في مخالفه لمس الكره باليد ولا لا، ولكن انا ببدي بس هنا الاول تمركز الحكم كان تمركز رائع جدا في تحديد هل في مخالفه ولا ما فيش. نشوف هنا الكره تصطدم، هرجع من الاول خالص يعني بعد اذن حضرتك هرجع من الاول خالص. واحنا قلنا هنا معيارنا هو معيار اليد كابتن احمد كابتن شريف معيارنا معيار الايد، هل الايد هي خارجه ولا داخل نطاق الجسم او ما خدتش حيز او ما كبرتش الجسم. نشوف هنا الايد هنا كره تصطدم ثم الايد هنا في الوضع الطبيعي اللي هي ايه كابتن اللي هي مضمومه في الجسم، ما هيش خارجه كابتن احمد ولا واخده حيز، وبالتالي هنا قرار كان قرار صحيح باستمرار اللعب، لا توجد مخالفه لمس الكره بالصدفه يا كابتن ما جاتش في الايد خالص باليد. يعني انا بقول نفترض لو نفترضنا ان هي جت في الايد، هنا الايد هنا في وضع ايه كابتن عادل؟ وضع طبيعي غير لما يكون الايد مفتوحه. حتى لو حصل اصطدام يا كابتن احمد يعني حضرتك انت لاعب الكره جت في صدرك وجت في ايدك اللي مش في وضع طبيعي مخالفه المسافه نفسها يا كابتن بالظبط يعني. احنا بس نمره واحد هو وضع الايد اللي احنا بنتكلم فيه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. يلا قلنا خلاص يعني دي هنا مفيش مخالفه، وهنا قرار الحكم كان قرار
صحيح. وهنا يمكن هقف بس سنه بعد اذنك، هقف بعد اذنك. انا برضك بحيي دور الفار، يعني كابتن علاء اللعبه ما خدتش كتير، يعني اللعبه ديت كان احمد الغندور كان على فيديو، ما قعدش فتره كبيره لان هو راجع بسرعه، لان زي ما قلت احنا يهمنا جدا ان اللعب ما يقفش، ان ما فيش مخالفه، وبالتالي هو ما وقفش فيها فتره طويله واللعبه مشيت، وده اللي احنا بنتكلم فيه كابتن شريف. بعد اذنك بس شفناها من كذا زاويه بالظبط، مش زاويه واحده بالظبط بالظبط، ده اللي احنا بنقول على الاهلي دايما الصوره كابتن زاوية. الصوره كابتن شريف بألف كلمه، خلينا نتكلم بامانه لما يكون عندنا اكتر من لقطه. نروح للحاله اللي جايه ونشوف هنا، هنا المخالفة موجودة من أحمد جمعة طبعا، هو هنا في تعمد هنا من تحت، الركل من تحت كابتن، هو خلاص لاعب النادي الأهلي هنا عدى بالكورة، وإحنا قلنا في البداية يمكن نختلف مع محمد في بطاقة صفراء أو لا، هنا نشوف ليه حالة ديت من فضلك لو سمحت. هنا النادي الأهلي لاعب النادي الأهلي بيمرر الكورة، ثم بيحصل مع حمدي هنا، هنا لا كان لابد احتساب المخالفة، وأنا شايف إن هنا كان في إنذار للتهور كابتن علاء. زي ما قلت احيانا الحاجات دي بردك في المباراه مش بنقف عندها قوي، زي ما قلت دي حاجات بتبقى اخطاء تحكيميه مقبوله كابتن عادل. يلا خلينا نروح هنا بس نفتكر ان هنا في مخالفه، مخالفه الانذار بالمعيار، بالمعيار، واحنا قلنا المعيار لابد ان يكون واحد، يعني احنا قلنا اللي فاتت كانت من احمد جمعه وكانت تستحق البطاقه. انا بردك بقول لمحمد انت هذه اللعبه، هرجع تاني بس هشوف محمد طاهر محمد هنا، يعني هو راجل هنا حط رجليه على الارض يا كابتن، ما راحش كمان لرجل اللاعب، في قوه وهو بيحط رجليه، ولكن انا شايف ان المخالفتين هنا كان يجب على الحكم في اللي فاتت كان يدي بطاقه اشهر بطاقه، وهنا هو هنا اشهر البطاقه اللي طاهر محمد. نروح للحاله بعد كده، احمد جمعه تاني، هو تنافس مفيش مشكله خالص، والتنافس مشروع ما بين الاثنين اللعيبه، وطول ما في كره كابتن ايمن التنافس لابد يكون موجود. هنا الكره تنافس ما بين لاعب النادي الاهلي ولاعب النادي المصري، ونشوف هنا الايد هنا لطشه في الوجه، دي على طول اوتوماتيك على طول، مفيش فيها هزار هنا، انذار للتهور. عارف يا كابتن هنا لطشه بالايد لطشه غير الكوع، ايوه لما يكون في كوع لا دي تفرق كتير، بتبقى فيها بطاقه حمراء كابتن احمد، انا بس بدي تفسير للقرار. هنا البطاقه هنا للتهور، والتهور موجود يستحق البطاقه. نمر ونشوف في الحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات ايضا المهمه جدا 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 جدا، نشوف كره تسدد من محمد اشرف، ثم بترد في لاعب نادي المصري وترجع تاني، هنشوف هي ردت فين يا كابتن، ونشوف فين الايد تاني، بنتكلم على عنصر مهم هو معيار الايد. نشوف هنا الايد مضمومه في الجسم، يعني خلاص الراجل يعني فين؟ هيوديها فين يعني صح. حتى لو انت شلت دي من جسمه الكره هتروح فين يا كابتن شريف؟ مظبوط في الصدر، في الصدر، في صدره. دي حاله برضك من الحالات المهمه جدا جدا. نشوف محمد هنا في استمر اللعب. طبعا هنا هناك مخالفة واضحة جدا جدا، على الرغم ان محمد كان قريب، هات لي يعني تمركز الحكم كده بعد اذنك، هو كان قريب جدا، هات لي تمركز الحكم تردد فيها برضه. يلا خلينا نروح كده ونمشي، وهقول لك اقف امتى، هقول لك ستوب. خلي بالك هو تمركز رائع جدا يا كابتن، تمركز هايل، وخلي بالك ما فيش حد هنا حاجب الرؤية على محمد، مش بلمس له عذر، ولكن احيانا القرب قوي قوي يخلي الحكم احيانا ما يشوفش اللعبه بشكل واضح، صحيح. ما يخلي يعني طول ما انت قريب قوي عامل زوم على اللعبه كابتن عادل ما بيشوفش تفاصيلها قوي، هو يمكن ما كانش مركز هنا تحت، هل كان في عرقله، وبالتالي هو كان عارف ان في الفار موجود، خلى اللعبه تواصل. وزي ما قلت هنا بنشوف المخالفه هنا، هل في مخالفه ولا لا؟ هنا المخالفه موجوده من لاعب نادي الاهلي، العرقله واضحه جدا جدا، وهنا الفار جاب له البوينت اوف كونتاكت، هي داخل منطقه الجزاء كابتن ايمن كابتن علاء، وركله جزاء بردك ما خدتش كتير، وده اللي احنا بنطلبه، بنقول دايما الالعاب اللي هي بتتعاد دايما طالما في الدقه وطالما في استخراج نتائج صحيحه ما عندناش مشكله يا كابتن عادل. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، انا شايف هنا انذار. طيب محمد انا بس بقول لك الراجل خلاص هو طالع من اقرب نقطه، يعني هو ما عندوش نيه حتى ان هو يضيع وقت، يضيع وقت، كان يجب يعني كان يجب عليك، احنا يعني زي ما قلت لك هو ما خرجش من الناحيه الثانيه وما تاخرش في التاخير، ولكن هو كان مصاب، وبالتالي هو خارج من اقرب نقطه
ما كان يجب من وجهه نظري ان يعني البطاقه كانت فيها استعجال كابتن. واعتقد ان في واحده في الشوط الاول ده الاكرم توفيق لاكرم توفيق وضيع وقت. انا قلت ايه في كابتن ايمن؟ قلت احنا محمد عمل مباراه هائله جدا جدا واكيد هتبقى فيه اخطاء، ولكن هذه الاخطاء الصغيره محمد ما تهربش منك يعني. صحيح. ليه احنا قلنا الاخطاء انت الكبيره مشيت بيها كويس، لكن اخطاء الانذارات دي ممكن انذار بقى في انذار يحصل انك انت تشهد بطاقه حمراء وبالتالي تبقى مشكله. صحيح. نروح ليه؟ اعتقد هي الحلقه الاخيره اللي كانت موجوده مع الانذار. بشكل عام بنقول ان النهارده حكم الميدان محمد عادل، هو احنا قلنا التحكيم الافضل كان افضل النهارده مع احمد توفيق الحكم مساعد رقم واحد، مع البساطي، مع احمد، مع جلال احمد، ومع الفار النهارده كانوا كلهم هي طبعا عملوا مباراه كويسه جدا نتيجه التركيز، اليقظه، الاهتمام. لو انا كحكم كابتن شريف تاني بقول حكم اللي بيبقى نازل كابتن علاء مركز مهتم بيعرق بيجتهد بيشتغل على نفسه، اعتقد ربنا بيوفقه، والنهارده هم ربنا وفقهم في هذه المباراه. نتمنى اللي جاي يبقى لا يقل عن هذا المستوى. واخيرا مبروك للنادي الاهلي مره ثانيه. شكرا كابتن. جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه استوديو التحليلي لمباراه الاهلي والمصري في الاسبوع 32 للدوري المصري العام الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 4-2. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق دايما ان شاء الله. في النهايه حابب اشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. الف شكر يا كابتن، شرفتنا ونورتنا. الف شكر كابتن ومبروك وقبل جاي ان شاء الله. والف شكر الكباتن كابتن عادل عبد الرحمن. مبروك يا كابتن ومبروك على الثلاث نقاط واللي جاي افضل ان شاء الله. كابتن علاء مهوب الف شكر يا كابتن نورتنا. الله يخليك امين والف مبروك للنادي الاهلي. كابتن احمد جوال شكرا يا كابتن نورتنا. ربنا يخليك كابتن. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.